صباح الهنا والرزق والخير على حضراتكم كل بيتابعنا دلوقتي في 10 الصبح في الاهلي. هنقدر نقول عن جداره في اي مكان طبعا في العالم، يعني الحمد لله جماهيرنا ومتابعينا من كل انحاء العالم موجودين، جاليات العربيه والاهلاويه اللي في كل اماكن العالم، ويعني اللي بيبقوا حريصين فعلا ان هم يتابعونا ويعرفوا اخبار النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي. بيسعدنا جدا حقيقي المتابعات دي. صباح الفل وحلقه جديده ومعانا اخبار كتيره اكيد خاصه بالنادي الاهلي والصفقات الجديده، او تحديدا الصفقه الجديده اللي ناس كتيره بقالنا تقريبا اسبوعين بتسال وبتتساءل مين هو المهاجم الجديد النادي الاهلي. النهارده هنعلن لحضراتكم كل التفاصيل. بونجور كريم. بونجور عليكي، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. زي ما نهاوند بتقول لحضراتكم، احنا بالفعل النهارده عايزين في الجزء الاول من حلقتنا نتكلم بشيء من التفصيل عن كل تفاصيل الصفقه الجديده، وفعلا الناس كلها كانت بتتساءل حتى في التعليقات حضراتكم على كل حلقه من حلقات 10 الصبح في الاهلي على مدار الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، دايما السؤال ده قاسم مشترك بين كل الحلقات، ايه اخبار المهاجم الجديد؟ فهنعرفها لحضراتكم النهارده. عفوا، ولكن في البدايه عايزين بس طبعا يعني زي ما كنا من كام يوم بنتوجه بخالص تعازينا لكل حبايبنا وكل اشقائنا في المملكه المغربيه طبعا اللي عانوا كتير من الزلزال المدمر اللي حصل هناك. لازم كمان نتوجه بخالص تعازينا لاخواتنا وحبايبنا في ليبيا. طبعا اعصار دانيال عامل يعني اثار سيئه جدا جدا الحقيقه، في يعني قرى كامله في منطقه دارنا اختفت بالكامل، فكل طبعا يعني قلوبنا مع اشقائنا في ليبيا. وعايزين نقول لحضراتكم كمان ان في مصر اعلن الحداد لمده 3 ايام تضامنا مع كل اشقائنا في المملكه المغربيه وفي ليبيا. الوضع كارثي يا نهاوند بالمعنى الحرفي. بص، حسب التقارير الاخيره 2800 قتيل جراء هذا الزلزال، اثر برضو السيول والفيضانات اللي حصلت. يعني اعتقد طبعا حاجه كنا لا نتمنى تماما حدوثها، لكن لو انت فاكر واحنا بننعي يعني اشقائنا في المغرب بسبب الزلزال كنا بنتكلم، وانا قلت لك تحديدا يا رب ما يكونش في تبعات اخرى او كوارث طبيعيه اخرى، ان احنا كنا سمعنا من بعض الخبراء كمان الدوليين ان هيكون في لسه. وعلى فكره برضو اعصار ليبيا او دانيال ده تحديدا مش اخر كارثه طبيعيه هتضرب بعض البلاد للاسف لسه، وسمعنا ان في بعض الكوارث الاخرى اللي ربما تطال لبعض الدول العربيه الاخرى، لكن اكيد احنا مش هنتكلم لان ده مش الملف اللي احنا معنيين بيه، لكن بننوه عما قيل يعني في الصحف والمواقع الاخباريه المختلفه. الله يرحمهم طبعا 2800 قتيل حتى الان، غير المفقودين يعني كمان. غير المفقودين، غير المفقودين غير المصابين، فيعني ربنا يسترها كمان يا كريم، لان فعلا الموضوع سيء جدا. وانا عندي اصدقاء لي على فكره في ليبيا، الوضع كارثي طبعا وسيء، والناس هناك فعلا يعني مش كويسين، يعني لما تيجي تتكلم وتطمن حتى اللي ما اصابهمش حاجه يقول لك لا الوضع صعب جدا جدا، الناس كلها بتعاني حتى اللي ما عندهمش اي وفيات او اصابه. يعني لان هي كمان يعني طبيعه او جغرافيه دارنا فيها مليانه سهول ووديان، فده يعني خلى الاثار السلبيه فظيعه. يعني دلوقتي هم بيبقوا محتاجين اعتقد يعني اللي انا فاهمه ان حتى الطرق السريعه بتاعتهم كلها طبعا متدمره بالكامل، وان اي وسيله لانقاذ اهالينا في دارنا لازم تكون من خلال البحر او عن طريق البحر، فالوضع صعب جدا. زي ما بقول لكم من شويه انا ونهاوند في قرى بالكامل اختفت، طبعا خسائر بشريه حدث ولا حرج، خسائر في الممتلكات حدث ولا حرج. وعلى فكره امبارح كان في يعني هنقول ايه ارهاصات من هذا الاعصار وصلت اسكندريه، كان في صور كتير قوي امبارح اتشهرت نهاوند، ناس واقفين على كورنيش اسكندريه، واقفه على الكورنيش ومش شايفه البحر، يعني انت متخيله كميه الضباب طبعا نتيجه يعني ما تيسر من الاعصار اللي وصل عندنا. ربنا يسترها. الساحل الشمالي كمان للبحر الناس عامله لها شعر في احدى القرى هناك فعلا. ربنا يسترها علينا جميعا. اللهم امين. طيب على كل الاحوال في ساعتنا الثانيه كالعاده هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هينورنا فيها اثنين من الضيوف المختلفين قوي والمميزين قوي، زوجين من ابطال اثقال البارالمبي، الاثقال البارالمبيه، والحقيقه طفره حاصله على صعيد الرياضه البارالمبيه في مصر. هم طبعا هيحكوا لنا قصة حبهم وتحدياتهم الرياضية وتفوقهم الرياضي، فبطبيعة الحال الفقرة دي هتكون فقرة شديدة الخصوصية. أما الفقرة الثانية هينورنا فيها كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الأهلي السابق، ودي الفقرة اللي هنفتح فيها ملفات كتير تتعلق بالنادي الأهلي. كلام جميل. تعالوا بقى نروح للخبر الأحلى ونتكلم عن يعني التعاقد بشكل رسمي مع مودست. الأهلي أعلن رسميا خلاص في الساعات الأولى من صباح اليوم لمدة عام قابل طبعا للتجديد، وهو زي ما بيتقال عليه فعلا مهاجم من طراز فريد جدا. والحقيقة أن كل كمان الأهلوية يعني كانوا سعداء وعملوا ردود أفعال كبيرة جدا على السوشيال ميديا تحديدا، وعايزة أقول لكم ناس كتيرة سعيدة بالصفقة دي. وعندك كده كمان لكريم
لما بتيجي تتكلم خط هجوم يعني ناري سميه ناري، عندك قفشة وعندك كهربا وعندك يعني طاهر وعندك بيرستا وعندك الشحات، عندك احمد عبد القادر، عندك كريستو، عندك ريدا سليم، بص انا عماله اقول زي عندك صلاح محسن، ودلوقتي عندك كمان مودست، فيعني خط من نار زي ما بيتقال. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق، اعتقد ان دي صفقه مميزه جدا، واعتقد ان كولر لما بيختار صفقه هو بيبقى عارف كويس قوي هو محتاج ايه، فانا متفائله جدا. وهنعرف اكيد عن مودست اكتر، بس لما تيجي تتكلم برضو تيجي كده تحط في ذهنك اسم بيجي بينضم للنادي الاهلي، لازم تبقى عندك ثقه بغض النظر بقى عن ما قيل من سن من مش عارف ايه، الكلام ده كله لا يعنينا. لما بيجي اسم بيرتبط بالنادي الاهلي لازم يبقى عندك ثقه ان الاسم ده يعني قادر ان هو يقدم كتير للنادي الاهلي طبعا. فخلينا نروح نتابع التقرير ده ونرجع عشان نتكلم كمان بتفاصيل اكتر. دايما النادي الاهلي الحقيقه مختلف في تقديمه لاي وافد جديد او اي عنصر بيتم اضافته لسكواد النادي الاهلي، وطبعا بنحييه وبنرحب بيه، وان شاء الله احنا متوقعين منه ومستنيين منه كتير. برضو عايزين نقول لحضراتكم شويه معلومات كده عن مودست. هو بطبيعه الحال فرنسي الجنسيه، طوله 188 سنتي، فمعناها انه بيجيد جدا ضربات الراس، والحقيقه نسبه اهدافه بالراس تخطت ال 57%. هو مهاجم بروسيا دورتموند السابق، ولعب لعده انديه في فرنسا وفي المانيا وفي انجلترا، والحقيقه زي ما الكل اكد انه بيمتلك جميع مميزات المهاجم الفذ، من تسديد ومن سرعه ومن قوه ومن مهاره وبين قدرة استثنائية على الربط بين الأجنحة. عايزين برضو نعرفكم أنه في موسم 2021-2022 سجل 20 هدف برفقة بروسيا دورتموند، منهم 10 أهداف بالرأس، وعلى مشوار تاريخه أو على مدار تاريخه لعب 310 مباراة، سجل خلالهم 187 هدف وصنع 42 هدف، وليه 9 أهداف دولية مع فرنسا. بص يعني هنرجع نقول تاني، لما يبقى لاعب بهذا الحجم جاي من نادي كبير، لعب في فرنسا ولعب في انجلترا ولعب في المانيا ولعب في الصين، فتاكدوا ان احنا بنختار بشكل سليم بغض النظر عن السن تماما. وانا برجع اقول النقطه دي لان ناس كتير اتكلمت على اساسها، فنتمنى ليه كل التوفيق، ونتمنى ان هو كمان يضيف للنادي الاهلي. انت دلوقتي هرجع اقول تاني خط هجومي اكثر من رائع. انت كده عندك خطين والله خطين، صح يعني. كل التوفيق ان شاء الله. موسم بص هيبقى قوي، ونتمنى على فكره بالمناسبه انه يبقى موسم قوي، لان في الاول وفي الاخر حتى لو انت دايما رقم واحد انا عايز يبقى فيه تنافسيه، يعني مش حلو ان انا اقعد افوز من غير ما يبقى فيه تنافس، التنافس ده شيء بيخلي فيه متعه، فحتى لو انا واثق من قدراتي وحتى لو انا بتاريخ ولغه الارقام انا في حته تانية تماما في الكره المصريه، لكن برضو احب ان انا اشوف فيه تنافسيه ويبقى فيه ناس حاطه امل ان هي توصل للمكان اللي انا وصلت لها وللارقام اللي انا وصلت لها على مدار تاريخي كله. ده على فكره اعتقد بيبقى ممتع جدا تحديدا لجماهير النادي الاهلي، فنتمنى موسم قوي. بس احنا مؤمنين ان شاء الله الموسم ده كمان على النادي الاهلي هيكون اقوى من الموسم الماضي اللي هو اللي اطلقنا عليه كمان استثنائي، فده ممكن يكون استثنائي اكتر وانجح كمان باذن الله، نتمنى ذلك ونشوف تطوير كمان في الكره. خلينا نتكلم كمان عن حدث كان بالامس مهم جدا وحدث رياضي، هو اقامه قرعه الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، هينطلق يوم 18 سبتمبر حتى 30 يوليو. قرعه الدوري خليني اقول لحضراتكم برضو هي اقيمت في ساحه الشعب في العاصمه الاداريه الجديده، طبعا قنوات عديده جدا كانت بتغطيها. عندنا مواجهات في الجولات الاولى، خليني برضو كده اقول لحضراتكم هنبداها بمواجهات المصري، بعد كده سيراميكا، بعد كده الاسماعيلي، الجوله العاشرة هتكون بقى القمه مع الزمالك. وكمان عايزه اقول بعض الملاحظات، يعني خلينا او خليني اقول ان احنا بنتمنى ان هي تتحقق في الموسم الجديد. اولا انتظام بقى هنا كريم، النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها بشكل يعني مكرر، انتظام مسابقة الدوري، لان النسخة اللي جاية اكيد هيكون فيها توقفات كتيرة جدا لارتباطات المنتخب، عندك الاول بتصفيات المونديال، عندنا كمان ماتشين في نوفمبر مع جيبوتي مع سيريالون، وعندك بعد كده فترة توقف دولي طويلة جدا في اول العام عشان كاس الامم الافريقية طبعا، واللي هتقام في الكوت ديفوار. كمان عندك الاندية المصرية منهم بيراميدز والزمالك وفيوتشر عندها ارتباطات كمان قاريه، ده غير ان الاهلي اصلا عنده اكتر من بطوله هيشارك فيها زي دوري السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا وكاس العالم للانديه. بس من كتر ما احنا بنتكلم انا تعبت وانا بحكي، فيعني فعشان كده خلينا نقول على كل حال يعني من دلوقتي مطلوب فعلا تحديد اجنده بكل فترات التوقف من دلوقتي والالتزام بيها علشان ما يحصلش يعني اي ازمه في المواعيد، ونشوف تاني موسم يعني باذن الله بقى منتظم لا يقارن قرر في اللي حصل المواسم اللي فات، مش هقول بس الموسم اللي فات، ويبقى فيه تنافسيه زي ما انا كنت بقول. فبالتوفيق ان شاء الله. على كل حال خلينا نروح نشوف يعني لقاء عن القرعه ونرجع نكمل مع حضراتكم.
بداية الدوري والموسم الجديد كلمنا عنه بقى. أكيد طبعا بداية الموسم بتبقى لكل نادي له طموح، وبتبقى بدايات مهمة جدا لكل الفرق، وكل فرقة بتبقى يعني على أعلى مستوى من التجهيزات، إن الموسم بيبقى طويل جدا، وخاصة الفرق الكبيرة زي النادي الأهلي بيبقى داخل بطولات كتير جدا. طبعا بتبقى بداية كويسة، طبعا لازم يهتموا ببداية الموسم زي ما بيقولوا كده، إن دي بتدي دفعة لبقية الماتشات يعني. طيب بداية موسم جديد ومعسكر في النمسا، وشفنا الأجواء قد إيه كانت حلوة، واستقرار الحمد لله، يعني يمسك الخشب لنادي الأهلي على كافة الأصعدة، ومستر كولر بيتجدد له، يعني في حاجات كتير قوي. الموسم اللي جاي ده أنا أعتقد إن هو أصعب من اللي فات. أكيد طبعا، إن هو السنة الموسم اللي فات اتعمل يعني إنجاز كبير جدا، بطولات كتير جدا، الحمد لله عندنا استقرار كويس جدا على المستوى الإداري، الطموح عالي بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، وبالنسبة للإدارة، وبالنسبة للعيبة، وبالنسبة للجهاز الفني. أكيد الناس كلها دلوقتي بتطالب بحاجة أحسن من السنة اللي فاتت، وده النادي الأهلي، ودايما معودنا إن هو دايما بيبص للأحسن، والحاجات السنة اللي فاتت اتحققت خلاص، دي بتبقى بالنسبة حاجة تاريخ يعني، بقت خلاص بالنسبة تاريخ، بيبصوا اللي بعد كده. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. طبعا هم عملوا استعداد كويس جدا في النمسا، وموفقين إن شاء الله في الماتش السوبر اللي جاي إن شاء الله. انا ليه سالتك ده؟ لانه اكيد السيزون ده انت حققت السيزون اللي فات كل حاجه، فمفيش حد بيفضل يحقق كل حاجه مدى الحياه، فيعني المقارنه ما بين السيزون اللي فات والسيزون اللي جاي والتدعيمات والامور دي كلها، انت برضو شايفها ازاي؟ اكيد السنه دي في تدعيمات كويسه جدا، وفي لعيبه كانت مصابه رجعت، المنافسه بتزيد بينهم وبين بعض، بس في الاخر هي كوره ورياضه، كل واحد بياخد بالاسباب وبيعمل اللي عليه، وكل واحد بتمنى ان هو يبقى الاحسن بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز الفني ومجلس اداره. طبعا بيبصوا الحاجه الاعلى، والسنه دي في بطوله جديده، بطوله اللي هي الدوري الافريقي، ان شاء الله النادي يحققها ويكون اول نادي حقق البطوله دي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله. طيب اتحاد العاصمه والسوبر الافريقي، يعني اكيد مباراه في افتتاح موسم وهي بطوله في نفس الوقت، يعني شايف المباراه درجه صعوبتها قد ايه؟ هي طبعا اي مباراه يعني بتبقى 90 دقيقه او 120 دقيقه ببطوله، دي بتبقى صعبه شويه، يعني مش زي الدوري ممكن لو في اوقات ما فيش توفيق، ممكن في خلال بقيه الماتشات الدوري بيبقى طويل تقدر تحققه، لكن الماتشات اللي هي بتبقى البطوله ماتش واحد بتبقى صعبه جدا، بيبقى اكيد اللعيبه بتبقى عارفه ومقسمه الوقت زي المدير الفني بالظبط، بيقسم وقته وعارف في كل وقت بيحصل تدخلات او بيحصل تغييرات في اللعيبه، ماتش صعب وان شاء الله يحققوا البطوله، وهو النادي الاهلي دايما ولاعيبه النادي الاهلي بتبان في الاوقات الصعبه يعني. طيب طبعا مش عايز اطول عليك والله، بس انت متفاهم طبعا وليد سليمان معانا، لازم ناخد كل حاجه. الصفقات الرسميه حتى الان رايك فيها؟ اكيد طبعا حاجه هتبقى اضافه يعني، اي حد كل اللعيبه اكيد يعني، لو هي مش اضافه ما حدش هيفكر فيها، لكن اضافه ونتمنى التوفيق، لكن لحد دلوقتي احنا بنقول لعيبه هتبقى اضافه، لكن على ارض الواقع لسه ما شفناش حاجه، نتمنى لهم التوفيق، ويعني تيشيرت النادي الاهلي تقيل، اتمنى من كل اي لاعب يعني يتمنى ويقدر تيشيرت النادي الاهلي ويبذل اقصى جهد عنده ويظهر بمستوى كويس ان شاء الله. طيب اوعدك ان هو هحاول يكون اخر سؤال. القرعه، مباريات الاهلي والزمالك دايما الناس بتشوف، بتبقى منتظره تشوف القرعه، اهلي والزمالك في بدايه الموسم او ولا في النص ولا في الاخر، يعني تتمنى بقى القرعه. اتمنى هي طبعا في الاول والاخر كل الناس فعلا زي ما انت قلتي بيستنوا ماتشات اهلي والزمالك، دي ماتشات قمه، دي ماتشات بطوله لوحدها بعيد عن الدوري وبعيد عن قرعه الدوري، لكن هي في الاول والاخر دي قرعه يعني، زي ما نشوف هتتحط فين، بس في الاخر اول في الاخر الاهلي هيلعب الزمالك يعني، لو في البدايه او في الاخر كده كده هيلعبوا بعض يعني. فصله مثلا في موسم، يعني فصله في تحديد البطل كده تفرق؟ اكيد اكيد طبعا، بس دي طبعا في علم الغيب بقى في القرعه. جمهور النادي الاهلي طبعا يعني بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي بالنسبه بيمثل لي حاجات كتير جدا، وليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله على قد ما اقدر في المكان اللي انا فيه يعني زي ما كنت لاعب اكون على حسن ظنهم واكون حاجه كويسه،
ودايما جمهور النادي الاهلي داعم للفرقه وداعم للكيان، ويعني فيش كلام اقدر اقوله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، جمهور عظيم فعلا. يعني انا بعتبر نفسي جمهور النادي الاهلي واحنا بنحبك فعلا يا كابتن جدا. شكرا شكرا. مهندس وليد العطار طبعا برحب بيك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيكي. يعني النهارده طبعا قرعه الدوري وسيزون جديد، نتمنى بقى ما نشوفش الاخطاء اللي فاتت. يا رب يا رب. بس بصي كل سيزون احنا بنقابل فيه تحديات وصعوبات مش من عندنا، تبقى جايه من بره، والحمد لله احنا اتغلبنا عليها كتير. يمكن النائب احمد دياب في كلمته قال احنا اتغلبنا على كم من الصعوبات والتحديات السنه دي عشان نوصل لاول مره من 3 4 سنين يبقى في راحه سلبيه للفرق بتاخدها في الدوري، فدي حاجه تحسب ل طبعا الرابطه وكل القائمين على الدوري. طيب ازمات بقى زي الحضور الجماهيري وبعض التعليقات او الغضب الجماهيري ايضا على التحكيم. بصي احنا دلوقتي في موجود معانا مستر بيريرا في على راس المنظومه التحكيميه، الراجل بيحط سيستم جديد يمكن ابتدينا نشوفه خلال اليومين اللي فاتوا دول. جايز الناس مش واخد عليه قوي موضوع تصنيف الحكام وان يبقى فيه حكام درجه اولى ودرجه تانية، وهو الراجل كان بيوصفها انها زي الانديه بيبقى فيه حد قسم اول وقسم تاني وقسم تالت، ده بالنسبه للحكام ان هو يجتهد عشان يتم ترقيته، والحكم اللي بيعمل اخطاء كتيره او مستواه الفني بيقل بينزل للدرجه تانية، هو شبهنا زي الانديه بالظبط. فاعتقد السيستم ده ممكن يبقى بيدي حافز اكبر للحكام انها تجتهد وانها تأدي بشكل افضل، اللي يوصلنا ان احنا ان شاء الله يبقى احنا مش هنمنع الاخطاء التحكيميه تماما ولكن هنقللها بنسبه كبيره جدا. طيب كلمه اخيره بقى للانديه. عايز اقول لهم ربنا يوفق الكل طبعا. دايما اتحاد الكوره في ظهركم، ظهر الكل، وإن شاء الله نأدي موسم جيد، وإن شاء الله نقول الفائز مبروك والخسران يبارد لك. ألف شكر ليك. سي. كابتن علامة أيوب طبعا برحب بيك معنا شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا بيك نعم، وأهلا بجميع مشاهدي قناة الأهلي. النهارده بقى قرعة الدوري وموسم جديد، ونادي الأهلي جاي من انتصارات كبيرة، وأنت طبعا كنت أحد نجوم النادي الأهلي السابقين. إحساسك كلاعب كورة بعد موسم حققت فيه كل حاجة وداخل على موسم تاني انت بتحديات، انت يعني لسه يعني تقريبا حققت كل حاجه، فمش عارف لسه هتحقق ايه تاني جديد، الشغف عندك هيبقى عامل ازاي؟ احساسك كلاعب ازاي؟ كلاعب الشغف موجود دايما، ودي ميزه دايما لعيب النادي الاهلي الحمد لله، مهما ياخد بطولات ومهما تبقى بطولات كبيره، عشان كده هو ده النادي الاهلي بكل بطولاته الحمد لله على مدار الاجيال الكبيره واللي عدت كلها، بياخد بطوله بينساها بيدور على الثانيه بيدور، يعني ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب كاس السوبر، عايز ياخد كاس السوبر ان شاء الله، طبعا هيفوز بيها يا رب ان شاء الله، ينسى السوبر يخش على دوري يخش على افريقيا، هو ده دي تحس ده طبع النادي الاهلي في كل لعيبته السنين اللي فاتت واللي جايه واللي جايه واللي جايه، هو بطوله بتخلص جماهيره عامه جماهير النادي الاهلي كمان تحس ان هي جماهير لا والله انت تحس هم مختلفين شويه عن كل الجماهير، مع احترامي الكامل لكل الناس. بطولة خلصت مبروك الحمد لله ونفرح، لكن في واحدة تانية احنا لازم تجيبوها، هو ده النادي الاهلي وهو دي عظمة النادي الاهلي بلعبته بجماهيره بمجالس ادارته كلها. هي مباراة مش سهلة، خصوصا المباراة اللي هي المباراة البطولة بتاعت المباراة الماتش الواحد دي مش سهلة، لكن هو النادي الاهلي الحمد لله متمرس كويس قوي، والاتحاد العاصمة عارف قيمة النادي الاهلي واتكلم عنه طبعا اكيد طبيعي كويس جدا، لكن كولر من نوعية المدربين اللي بيحب يخش المباراة انا عايز اكسب، هو ده دي طبيعة كولر ولعيبه النادي الاهلي كده كلهم، لكن هي في الاخر هي مباراه مش سهله بالمره، مباراه لازم موجود داخل مباراه زي دي بالظبط 50 50، لازم تعملي كل الحسابات، احترام كامل لفريق اتحاد العاصمه، لكن في الاخر انت النادي الاهلي متمرس البطولات دي، وان شاء الله النادي الاهلي يفوز بيها ان شاء الله. والله بص هي كبدايه لسه جديده مع فيوتشر مودرن فيوتشر، بتمنى تبقى المباراه الاولى يعني في السهل كده، وبعدين ممكن بقى نخش على الزمالك في نص الجدول ما فيش مشكله. لا مواجهات بقى الاهلي والزمالك مع بعض. بحبها في النص مش عايزها في الاول، يعني في النص كده بتبقى الامور بدات تظهر، بتبقى عارفه المباريات بدات تتلعب كتير، اللعيبه تخش فورمه بتبقى احسن وبتبقى فيها تشويق للمشاهد نفسه، لكن انا بتمنى طبعا في نص الجدول. نهاوات ده كانت بتتكلم من شويه على تفصيله التنافسيه والى اي درجه لما تكون في منافسه قويه بين النادي الاهلي واي فريق تاني ده بيزود من متعه المشاهده، ومحبي وعشاق كره القدم اكيد بينبسطوا اكتر لما بيشوفوا ماتشات قويه مش ماتشات تحصيل حاصل او ماتشات اللي هي او دوري القطب الواحد، دي نقطه مهمه جدا وصحيحه مليون في الميه.
على ذكر المتعه بقى، المتعه بتتضاعف في الحضور الجماهيري، هم اللي بيدوا طعم، هم اللي بيدوا روح، هم اللي بيدوا حاجات حلوه كتير لاي مباراه. واتمنى واعتقد كلنا مش لوحدي، كلنا بنتمنى ان احنا نشوف حضور جماهيري جيد زي ما حصل الموسم اللي فات. كانت الامور افضل الى حد بعيد من الموسم اللي قبل منه، ان شاء الله الموسم اللي جاي يكون يعني افضل كمان وكمان، ويكون في كمان التزام كامل من الجماهير في المدرجات. طبعا حضراتكم اكيد خدتوا خبر او عرفتوا انه في قرار اخير من رابطه الانديه بحضور 10,000 مشجع، ده طبعا امر ايجابي جدا بعد نجاح الحضور الجماهيري في الموسم اللي فات. ما هو الحاجات دي ما بتجيش من فراغ، معروف ان الجماهير هي روح المباريات وروح المدرجات. فان شاء الله كلنا بنتمنى موسم جديد جيد وقوي، وان شاء الله يعبر عن الوجه المشرف لكره القدم المصريه. كل التوفيق لنادينا العظيم النادي الاهلي في الحفاظ على بطوله الدوري اللي حمل لقبها للموسم الثاني على التوالي بعد موسم سابق عظيم بكل ما تحمله كلمة عظيم من معنى. سجلنا فيه أقوى وأفضل حضور في المسابقة، كمان قرار لائحة المسابقة إن الموسم الحالي بإذن الله بحصول البطل على 5,000,000 جنيه ولكل فريق مشارك على 1,000,000 جنيه. ده أمر رائع جدا ومهم جدا، لأن يعني في الفترات اللي فاتت كان البطل بس هو اللي بياخد 1,000,000 جنيه ومفيش أي حاجة تانية لبقية الفرق. فده برضو من ضمن المستجدات الحلوة اللي اتقالت مؤخرا. بس في أو في قصة تحديدا زيادة عدد الجماهير، أعتقد السبب في ده هو الجماهير نفسه يعني أو نفسها. لما تيجي تتكلم عن المشهد اللي كان بصراحة أكثر من رائع ومحترم جدا في الفترات اللي فاتت، ده اللي خلى، والالتزام كمان ده اللي خلى يبقى في قرار بهذا الشكل. لو كان في تعديات، لو كان في مشاكل، ما اعتقدش كنا هنوصل لهذه المرحله دلوقتي. فاعتقد خطوه خطوه هنوصل ليه يعني فول بقى، يعني زي ما بتقال كده الملاعب تبقى كلها ساعه كامله. فيعني نتمنى ذلك، لكن هرجع اقول الفضل في ده كمان للجماهير، هم صاحب او هم اصحاب هذا القرار في الاول وفي الاخر. خلينا نكمل برضو ونروح للاستاذ وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئه استاد القاهره، اللي اعلن كمان جاهزيه الملعب استضافة مباريات الموسم الجديد، خاصة انت بتتكلم بقى بعد انتهاء اعمال يعني الصيانة الدورية، والشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي كمان اعلن عن استضافته لمباريات 5 فرق بالدوري رغم طلب اكتر من 8 أندية اللعب على استاد القاهرة. على كل حال الاستاذ يعني وليد ما نقدرش ان احنا كمان ما يكونش معانا عشان يدينا مزيد من التفاصيل ونتعرف اكتر كمان عن استعدادات الموسم الجديد باذن الله. يا استاذ وليد صباح الهنا عليك في البداية. صباح الخير عليكي وصباح الخير على الساده المستمعين، ويعني برنامجكم الجميل اللي متابع خطوه بخطوه كده في الرياضه. صباح الهنا عليك وصباح عليك اكيد انا وكريم استاذ وليد، ودي مش المره الاولى اللي حضرتك طبعا بتكون معانا، وحابين جدا في الاول يعني نقول مبروك علينا الموسم الجديد والاستعدادات الجديده. وشفت صور استاد القاهره والصيانه والشكل الجديد ان شاء الله للموسم القادم. خلينا نعرف لحضرتك بقى مزيد من التفاصيل، وكمان عايزين نتكلم على نقطه هنا يعني الزياده في كمان عدد الجماهير. اتفضل يا فندم. اولا انا طبعا يعني عايز اشكر القائمين على المنظومه الرياضيه على المجهود الكبير اللي من ساعة الدوري لحد النهارده. مفيش حد مريح، مفيش راحه، ناس كلها الرابطه واتحاد الكوره بيجهزوا للموسم الجديد. الدكتور اشرف صبحي استاد القاهره مهتم كمان بيجهزوا برضو عشان يليق بالدوري والكره المصريه يبقى على اعلى مستوى. احنا من يوم ما قفلنا من 2007 لحد النهارده مجهود معمول في استاد القاهره، عايز اقول لحضرتك يعني فوق ما حضرتك تتخيلي. استاد الزملاء في استاد القاهره كلهم من يوم 2007 لحد النهارده ما فيش راحه، احنا ما ريحناش، بالعكس ده احنا اصعب فتره علينا كان الشهر دوت تجهيزات للموسم الجديد. ان شاء الله يبقى حاجه صليح في الرياضه المصريه. مش طبعا حضرتك تعلمي ان احنا في شويه تعديلات عملناها في استاد القاهره في مقصوره الاعلاميين والمقصوره الرئيسيه، كل دي متطلبات عشان البطوله القادمه. طبعا احنا اشتغلنا فيها وهي جاهزه ان شاء الله، وفي نفس الوقت برضو احنا بنجهز للدوري. فيعني زي ما تقولي احنا الظروف ساعدتنا بطولتين مع الدوري نبقى جاهزين ليهم. فالحمد لله الاستاد جاهز لاستقبال 5 فرق الموسم دوت. احنا كنا المفروض 6 فرق بس طبعا فضلنا 5 عشان بس نريح ارضيه الملعب. هو كان المفروض يا استاذ وليد حسب ما سمعنا ان 8 فرق كانت حابه او ابدت رغبتها في ان هي تلعب على استاد القاهره، دلوقتي حضرتك بتاكد ان هم فقط 6 لكن انتوا اخترتوا 5.
احنا عايز اقول لحضرتك احنا اكتر من 8 فرق والله كمان يعني كانوا موجودين وده شرف لينا. فريق قد ايه احنا مبسوطين جدا ان استاد القاهره رجع تاني وحملنا فيه الروح رجعت فيه تاني من الاول والفرق بقت تيجي. استاد القاهرة هو طول عمره أيقونة كرة القدم المصرية يا أستاذ وليد. يا كريم يا سلام يا كريم طبعا أنت استاد الرعب برضه. لا لا والله. وعلى فكرة برضه على ذكر الموسم الجديد زي ما حضرتك تفضلت من شوية وهيتلعب فيه كم كبير جدا من المباريات في بطولات مختلفة، يعني هيتلعب فيه مثلا مباريات للمنتخب في تصفيات المونديال، ماتشات الأهلي في دوري السوبر الإفريقي، كل ده غير ماتشات الدوري، فواضح من كلام حضرتك إن الاستاد يعني جاهز تماما لاستقبال هذا الكم الكبير من المباريات إن شاء الله. احنا جاهزين ويعني كل المنظومه كلها جاهزه لنجاح الدوري الحمد لله، يعني مترقبين دوري يليق بالرياضه المصريه السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله انا واثق الجمهور هيدي مثال السنه دي يعني للناس، عشان احنا ما قدمناش حل غير ان احنا نلتزم بالتعليمات عشان نبدا على الدور الثاني من الدوري، الجمهور يزيد وتبدا بقى الحياه ترجع. لان خلي بالك حضرتك الحياه بدون جمهور والاستاد بدون جمهور ملوش اي طعم طبعا، يعني ملهاش ودرجات خاليه بدون جمهور ماتش مباراه ما لهاش اي يعني طب لا لا احنا فاهمين قصد حضرتك. بس استاذ وليد ايه هي الخمس فرق اللي هي تم اختيارها؟ ايه هم؟ نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي زد ونادي بلوتشر ونادي البنك الاهلي. رائع جدا. أوكي. كل التوفيق ونتمنى بجد المشهد يكون اكثر من رائع وافضل كمان من السنوات الماضيه، واحنا واثقين باذن الله ان هي او هو هيكون موسم اكثر من رائع. شكرا ليك جدا استاذ وليد وبالتوفيق ان شاء الله في الخطوات القادمه. حلو ده يعني جدا. ودي حقيقه على فكره مش مبالغه باي حال من الاحوال لما نقول ان استاد القاهره هو ايقونه كره القدم المصريه واحنا عايزين نرجع نشوفه متالق زي ما كان طول عمره متالق وبيحتضن وبيستضيف اهم المباريات ولا سيما لقاء القمه لما بتلعب في استاد القاهره ده حدوته لوحدها. بس حتى احنا كجماهير لما بنحضر ماتشات في استاد القاهره بيبقى ليها يعني احساس تاني، ما اعرفش انا حضرت ماتشات للاهلي في كذا استاد بس استاد القاهره غير، يعني تحس طبعًا ان كده انت بتتفرج فعلا على المكان الطبيعي للاهلي بيلعب فيه، ما اعرفش يعني ليه خصوصيه طبعا. ده هو الاصل النادي الاهلي كمان هو الاصل طول عمره. طيب تعالوا بقى نقف يعني شويه عند تفصيله كده. من الواضح والله اعلم ان موسم الاشاعات وموسم القيل والقال ابتدى بدري حبه دلوقتي. دكتور تامر أبو العينين لما جه يعلن عن رحيله وعن النادي الأهلي ما ذكرش أي أسباب وراء هذا القرار، لكن طبعا ما ينفعش أن حاجة زي كده تحصل وتعدي يعني مرور الكرام من غير ما يكون فيه بعض الاجتهادات من البعض. مش عيب أن الواحد يجتهد ويجيب معلومة بس لما تكون المعلومة صحيحة، لكن لما نجتهد عشان نختلق حكايات من الخيال هو ده اللي مش مناسب بأي حال من الأحوال. دكتور تامر أصدر بيان عبر صفحته الشخصية بالأمس قال أنه ما تكلمش مع أي وسيلة إعلامية وما فيش أي أسباب غير أنه فكر كتير أثناء وجوده في معسكر النمسا أنه مش هيقدر يوفق ما بين عمله في النادي الأهلي وبين متابعة مرضاه اللي مرتبطين بيه بشكل كبير جدا. والكلام اللي بيقوله ده يعني بيأكد أن في أزمات حصلت معاه في الفترة الأخيرة، ولكن كل ما قيل من اجتهادات هو عاري تماما من الصحة. أكد كمان أنه رفض أنه يظهر في أي برنامج وأن ما فيش أي أسباب تانية، وطلب من الجميع إغلاق هذا الملف نهائيا. وإحنا بدورنا من هنا أكيد بنتمنى للدكتور تامر كل التوفيق إن شاء الله في الخطوة اللي هو اختارها. كلام جميل جدا. خلينا بقى نروح لملف السوبر الافريقي. النهارده كمان هتغادر بعثه فريقنا للمملكه العربيه طبعا السعوديه استعدادا بقى لمواجهه اتحاد العاصمه الجزائري، وكمان يعني اللي وصل اوريدي السعوديه امبارح استعدادا للماتش. خليني اقول لحضراتكم ماتش البعض بيشوف ان هو ممكن يكون سهل، لكن في حقيقه الامر مفيش حاجه اسمها ماتش سهل ابدا، حتى وان كان ارقام الاهلي يا كريم في حته ثانيه خالص. الاهلي يعني 8 مرات فطبعا ده فارق كبير جدا طبعا عن المنافس، لكن في نفس الوقت برضو ده الماتش اللي بيطلق عليه ماتش بطوله، فمفيش حاجه اسمها ماتش سهل وماتش صعب. طب يعني بطل دوري ابطال افريقيا بتتكلم ان هو هيواجه بطل الكونفدراليه، فلقاء اكيد خارج الحسابات والفريقين عاملين حساب يعني لبعض، وكل واحد اكيد هدفه اللقب وده هدف مشروع وطموح مشروع عند الفريقين. من ضمن كمان اهداف الاهلي خليني اقول لحضراتكم حصدوا لقب قاري جديد عشان تقليص الفارق بينه وبين ريال مدريد، ده اللي بنأمل ليه كمان في عدد طبعا الألقاب القارية، يعني بتتكلم هنا بلغة الأرقام تحديدا 29 و35 و35 ف 29 و25 عفوا
الواحد بس ايه ما من كتر الارقام من كتر الارقام الواحد لخبط. عايزه بس اقول حاجه كمان وهنرجع تاني ناكد عليها عشان اتكلمنا فيها امبارح تحديدا. ناس كتيره كانت بتسال الاعداد الموجوده دلوقتي والتذاكر تم الاعلان من السبت اللي فات عن طرحها، والاسعار موجوده من 15 ريال مش من 100 ريال، من 15 ريال لغايه 1000 ريال. ده عدد او ده سعر التذاكر للي حابب ان هو يحضر طبعا من المصريين او من الاهلاويه يعني هذه المباراه، وده ويلهمهم طبعا بيكون بالمجاني لان اوريدي ناس كتيره حابه ان هي تحضر. وقلنا الكلام ده قبل كده، الجاليات اصلا او الجاليه المصريه تحديدا في السعوديه عددها كبير جدا، فبتهيالي هيبقى العدد كبير يعني مش قلقانين ابدا على الاهلي هناك. اكيد اكيد هيبقى العدد كبير، واكيد هتكون مباراه قويه جدا، كلنا قاعدين مستنيين يعني بنترقب ونشوف يا ترى يعني هيحصل ايه مع نهايتها، وان شاء الله تكون نهايتها لصالح النادي الاهلي. طبعا احنا عندنا تحديات كتيره جدا في الموسم الجديد، معظمها تحديات افريقيه، عشان كده يعني دايما بنعدد مع حضراتكم حتى مكاسب هذه المشاركات الافريقيه، واهميه كمان مباراه اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي اللي بيحمل النادي الاهلي العدد الاكبر في الفوز به 8 مرات، اخرها طبعا امام الرجاء المغربي في نسخه 2021 وقبلها في نسخه سابقه على حساب نهضه بركان المغربي. عندك لسه كمان انطلاق دوري ابطال افريقيا امام سان جورج في دور ال 32 قبل ما ندخل في مرحله دوري المجموعات، وعندنا تحدي افريقي اخر وهو دوري السوبر الافريقي، وطبعا مباراه سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي، ثم ان شاء الله يحصل ويعني والتاهب بقى لمواجهه سان داونز المحتمله في الدور نصف النهائي. عايزين نقول كمان ان الفريق طبعا فريق اتحاد العاصمه الجزائري عمل الحقيقه شغل ممتاز في البطوله الاخيره او النسخه الاخيره من بطوله الكونفدراليه، واكيد هو فريق مش سهل، وبكره ان شاء الله بطبيعه الحال هيكون لينا اكيد متابعه مع حضراتكم لبعثه النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه استعدادا لضربه البدايه الافريقيه بمباراه السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في كل مشاركاته القادمه باذن الله. هتبقى مباراه طبعا مهمه جدا، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. خلينا بقى نتابع دلوقتي درجه الحراره والطقس، وبعد كده نروح فاصل نرجع نكمل. بس قبل ما نروح نتابع خلينا نقول ان النهارده فعلا زي ما دكتور منار كانت بتتكلم قالت ده اخر يوم، هو يوم الاثنين طبعا بالامس علشان يكون في ارتفاع لدرجات الحراره، مفروض من النهارده الوضع تحسن. وانت كنت بتقول الدنيا مطرت، انا ما شفتش ده وانا جاي في الجزء الاخير، الجزء الاخير من الطريق الدائري دي بتوصل بعدي عشان باجي بعدك، وبعدين بقعد مسافه طويله، فالجزء الاخير من الطريق الدائري كانت الاول بتندع ثم امطار، بس مطلوبه الامطار عشان كمان موضوع الاتربه اللي عالقه في الجو دي حاجه صحيح. حتى الرؤيه بتبقى صعبه، فكله خير من عند ربنا. خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره ونروح فاصل. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، خلونا نروح على فرع الجزيره للنادي الاهلي حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم اللي هتعرفنا اخر الاخبار والمستجدات. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وطبعا زي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيختتم تدريباته على ملعب مختار التتش الميران، هيكون الساعة 1 الظهر، وبعد كده بقى إن شاء الله هيتحرك الفريق الساعة 4 عشان يغادر للسعودية استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي واللي هتكون يوم الجمعة القادم الساعة 9 مساء طبعا أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري. نتمنى بقى لرجال كرة القدم كل التوفيق. يعني خليني أقول لكم أن كل الجماهير الأهلوية وخاصة طبعا أعضاء النادي الأهلي هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة متحمسين جدا لبداية الموسم، خلاص بقى عندهم حالة اشتياق طبعا للفريق الأول لكرة القدم اللي هيرجع إن شاء الله ينور الملاعب مرة تانية بداية من الجمعة القادمة. طبعا الفريق هيكون عنده تحديات كبيرة جدا، سواء طبعا افريقيه زي مباراه السوبر الافريقي او منافساتهم في طبعا دوري ابطال افريقيا، كمان هيكون عندهم منافسات محليه طبعا زي ما شفنا امبارح بدايه بطوله الدوري اللي هتكون امام فريق المصري، وكمان طبعا بطولات عالميه زي كاس العالم للانديه. يعني بنتمنى طبعا كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، ان شاء الله بقى يكون موسم كبير ويكون موسم استثنائي طبعا ويستمروا في كتابه التاريخ، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار كرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى، والبداية مع منتخبنا الوطني للكرة الطائرة واللي بيتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية، ده طبعا بعد تغلبه على منتخب الكاميرون أمس بنتيجة 3-1. يعني الحقيقة هي كانت مباراة كبيرة جدا يمكن تابعناها كلنا، كانت مباراة ماراثونية، يمكن الشوط الأول انتهى لصالح منتخبنا الوطني بنتيجة 25-13، الشوط الثاني انتهى أيضا لمنتخبنا بنتيجة 25-23،
لكن بقى منتخب الكاميرون قدر يفوز في الشوط الثالث بنتيجه 25-20. لكن منتخبنا الوطني بقى كالعاده الحقيقه باداء رجولي قدر يختم المباراه لصالحه الشوط الرابع بنتيجه 29-27 عشان يتاهل لنهائي البطوله، وكده بقى يكون بيتاهل رسميا لبطوله العالم عام 2025. خليني اقول لكم بقى ان طبعا منتخبنا الوطني هيواجه منتخب الجزائر، الحقيقه برده عمل مباراه كبيره جدا امس امام منتخب ليبيا، كانت ايضا مباراه ماراثونيه انتهت لصالح منتخب الجزائر بنتيجه 3-2. فبنقول بقى كده الفاينل هيكون حقيقه في اثاره كبيره جدا بين منتخبنا الوطني ومنتخب الجزائر. الفاينل ان شاء الله هيكون غدا طبعا بيقام على استاد القاهره. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله بقى نكون بنحتفل بفوز منتخبنا الوطني ببطوله كاس الامم الافريقيه. ده فيما يخص اخبار الكره الطائره. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبه كره اليد، ورجال كره اليد النهارده هيكون عندهم مباراه امام فريق سموحه، مباراه هتكون الساعه 6 مساء على صاله سموحه. طبعا رجال كره اليد ماشيين بخطى ثابته جدا في بطوله الدوري، محققين سلسله من الانتصارات حتى الان. مباراتهم الاولى في بطوله الدوري كانت امام فريق الزهور وانتهت لصالحهم بنتيجه 30-18 عفوا. المباراه الثانيه كانت امام فريق المعادي وانتهت لصالحهم بنتيجه 27-23. والمباراة الثالثة والأخيرة كانت أمام فريق العبور وانتهت أيضا لصالح رجال كرة اليد بنتيجة 30-20. حين هم بيفوزوا بفرق سكور بنشوف سيطرة كاملة منهم على مجريات المباراة. نتمنى لهم كل التوفيق بقى وإن شاء الله يستمروا بنفس الأداء. كمان سيدات كرة اليد ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة منطقة القاهرة، حققين أيضا سلسلة من الانتصارات. مباراتهم الأولى كانت أمام فريق هوليليدو وانتهت لصالحهم بنتيجة 41-14. مباراة تانية كانت أمام مركز شباب الجزيرة وانتهت لصالحهم بنتيجة 47-11. والمباراة الثالثة كانت أمام فريق الزهور وانتهت أيضا لصالحهم بنتيجة 41-19. يعني الحقيقة هو بداية مبشرة جدا سواء طبعا لرجال أو سيدات كرة اليد. نتمنى لهم بقى كل التوفيق وان شاء الله يستمروا بنفس الاداء، لان اكيد لما البدايه بتكون حلوه للسيزون ده بيدي حماس كبير جدا وثقه كبيره جدا لجميع اللاعبين. دي اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى يا كريم ويا نهاوند زي ما عودناكم خلينا نقول لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن في انخفاض ملحوظ طبعا في درجات الحراره وفي كده حاله من عدم الاستقرار. يمكن طبعا الارصاد كانت توقعت بده وحذرت جميع المواطنين، فبقول بقى لكل الاعضاء اللي جايين يعني تقدروا تيجوا تستمتعوا باليوم، لكن طبعا لازم يكونوا واخدين بالهم ان في تقلبات في الجو. يعني دي كانت ابرز اخبارنا النهارده في فقره اخبار النادي الاهلي. قبل ما اختم كلامي طبعا يا نهواند لازم اقول لك الحمد لله على السلامه، نورتي برنامج 10 الصبح في الاهلي مره ثانيه، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. بشكرك يا هنا جدا جدا، كلك ذوق كالعاده يعني، اشكرك جدا. وبنشكرك انا وكريم اكيد على التغطيه الاكثر من رائعه، شكرا ليكي. نكمل ونستكمل مع حضراتكم بقى أخبارنا، وخبر خاص هنا بنتكلم شوية يمكن في الظاهر ما يهمش ناس كتير لكن المضمون مهم جدا. هو فكرة هنا إن سمعنا مؤخرا ويمكن في الساعات كمان القليلة الماضية إن يورجن كلوب تحديدا مرشح بقوة لتدريب منتخب ألمانيا. فانت هنا بتتكلم يعني لا ده ليه نتائج ممكن تبقى كبيره جدا يعني، او ممكن نقول نتائج سلبيه للمنتخب كمان الالماني اللي كان في الفتره اللي فاتت تحت قياده طبعا يعني فليك، واللي الناس برضو قالت اول مره يحصل في تاريخ الدوري الالماني ان يبقى فيه يعني مش يعني هي جات فايرد اتطرد من المنتخب. فطبعا فليك عشان الارقام للمنتخب في الفتره اللي فاتت والموسم اللي فات اللي كانت اكثر من سيئه، فهم دلوقتي بيفكروا يجيبوا يورجن كلوب اللي هو يمسك مكانه. طيب السؤال هنا او ده اللي انا بتكلم فيه بقى، هل ده ممكن، وده التساؤل اللي كان على السوشيال ميديا تحديدا، هل ده ممكن يكون السبب بعد كده في ذهاب محمد صلاح للدوري السعودي؟ يعني ناس بتقول لك او رابطه عدم ذهابه للدوري السعودي بيورجن كلوب لانه متمسك بيه بشكل كبير جدا. طب في حال ان هو راح للدوري الالماني لحل محل يعني فليك، هل هنا بنتكلم ان هو ممكن يبقى في فرصه للنيجوشيشنز اكتر او يعني المفاوضات بشكل اكبر؟ فهي دي النقطه. فانا لا اعتقد يعني لو انت هتسالني برضو من قراءاتي، لا اعتقد ان يورجن كلوب هو بس الازمه في فكره رحيل محمد صلاح
صلاح للدوري السعودي. محمد صلاح نفسه اعتقد هو اللي ما عندوش الرغبه بشكل كبير للذهاب في الوقت الحالي للدوري السعودي فهيبان، بس برضه فكره ان هو يرحل يورجن كلوب يعني من ليفربول اعتقد برضه هتبقى خطوه قويه قوي او صعبه قوي، مش عارفه لسه. وهل هي هتكون حاجه ليه برضه جيده ولا لا؟ هل هتكون وين وين سيتويشن للمنتخب الالماني واليورجن كلوب، ولا هيبقى فيه كفه هي الارجح؟ مش هو عارفة. يعني لو هنتكلم عنه كمدير فني ومدرب هو خلاص يعني في غنى ان احنا نتكلم عنه وعن جودته كمدير فني، لكن احنا بالنسبه لنا يورجن كلوب مرتبط لحد بعيد بمحمد صلاح نفسه، حتى من قبل مرحله المفاوضات وفكره ان هو كان من اهم اسباب الرفض المعلنه ان هو شخصيا يطلع ويقول لك محمد صلاح مش للبيع. لكن اعتقد يعني رجوعا للنقطه اللي بتتكلمي فيها، بيتهيالي زي كده زي ما انت شايفه كده، محمد صلاح لو كان عايز يروح ما كانش هيبقى يورجن كلوب عائق قوي، وبعدين هو اكيد ليه حسبته اللي محدش غيره يعرف تفاصيلها. محمد صلاح في ناس كانت كاتبه برضو ان السعوديه هي اللي جابت العقد ده ليورجن كلوب عشان يروح عشان يعرفوا ياخدوا صلاح. يعني بص كل حاجه مطروحه، بس طبعا اكيد ما اعتقدش السيناريو ده يعني مش للدرجه دي. زي ما في ناس بيقول لك ان في مجموعه رجال اعمال ومستثمرين سعوديين كانوا بيفكروا جديا في شراء نادي ليفربول شخصيا وبعدين يودوا صلاح، فاهم ازاي؟ فمحدش عارف الحقيقه فين. عموما تعالوا نروح بقى نشوف الفيديو جراف اللي جاي ده، هو عن هدافي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2024. تابعوا معنا. طيب خلينا دلوقتي نتابع آخر حاجة خاصة بالفقرة الأولى ونروح نتابع تمارين جديدة مع كابتن سيمو محمود، هي مديرة جيم السيدات بالنادي الأهلي بالجزيرة، وبعدين فاصل ونرجع عشان نبدأ أولى فقراتنا الحوارية. خليكم معنا. يا صباح السعادة على كل أعضاء وجماهير النادي الأهلي الكرام. النهاردة جايبة لكم ثلاثة إطالات إن إحنا ممكن نعملهم أو نستغلهم وإحنا قاعدين في البيت. لو عملناهم هيخفوا جامد الضغط على عضلات الرقبة، أو اللي عنده دوخة شوية، أو اللي بيحس إن هو بعد ما بيقوم من النوم مش متزن، ممكن نعملهم أول ما نقوم من النوم وإحنا لسه في السرير. فخلينا نجرب كده. النهاردة معانا كابتن مصطفى من جيم الرجال في النادي الأهلي فرع الجزيرة. صباح الخير يا كابتن. أول حاجة بنخلي رقبتنا تضم لجوه زي ما الكابتن هيورينا، وببدأ اميل ناحية اليمين. هثبت، واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، نريح. هنثبت الاول بخمس ثواني، ومعانا ممكن نطلع لعشر ثواني، وممكن بعد كده نوصل لعشرين ثانية، بس خلينا واحدة واحدة في البداية، وممكن نكرر التمرين ده من ثلاثة لخمس مرات. بعد كده هنروح الجهة التانية، برضو ندخل رقبتنا لجوه وهميل بالراحة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، نريح عشر ثواني، وبرضو ممكن نريح شوية، ومعانا ان احنا نقدر نطلع تدريجيا من عشرة لعشرين ثانية، بس واحدة واحدة، يعني نبدأ من خمس ثواني، عشر ثواني، لعشرين ثانية. تاني بس إطالة معانا، هدخل برضو رقبتي لجوه، دي بيعمل زي انقباض بسيط، ادخل رقبتي لجوه وهبدا اميل لقدام بالراحه، اكن رقبتي بتنزل في اتجاه صدري لتحت، بلاقي نفسي شديت كل العضلات بتاعه الرقبه من ورا، وبيعمل استطاله كويسه جدا للعضلات دي، فهتخف الضغط شويه على الرقبه ويخلي ان الدم يمشي احسن في اتجاه المخ. برضو هنثبت من 5 ل 10 ثواني، ونقدر نكرر خمس مرات. نريح وباخد نفس كبير وطلعه بالراحه ثلاث مرات. اهم حاجه باخد النفس وطلعه من بقي بالراحه بانتظام. اجين هنكرر تاني ان احنا هنميل ناحيه اليمين، هدخل برده جوه دقني وهميل، بس المره دي هساعد بايدي ان انا هزق بمقاومه اعلى في الاتجاه اليمين. اب وميل. واحد، اتنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، وريح. اجين ازق الاتجاه التاني، دقني لجوه وهميل بمقاومه كبيره. واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، وهريح مع نفس كبير وطلعه بالراحه. فيما بعد هلاقي نفسي ان رقبتي خالص بتروح للمدى الكبير يمين وشمال، هحس ان في استطاله في عضلات الرقبه، وده هيفك الضغط اللي معمول او بيضايقني اول ما اصحى من النوم، او عامل لي شويه عدم اتزان، او بحس بدوخه بتبقى حاجه مضايقاني عامه. رقم ثلاثه، هحط ايدي الاثنين ورا راسي
وهدخل رقبتي لجوه وهبدأ أميل في اتجاه صدري جامد، أعمل إطالة كبيرة جداً لعضلات رقبتي، وهتاخد كمان الأبر يعني الأبر باك معايا، هتحس إن هو بيشد العمود الفقري كله وهتحس إن في راحة في المنطقة دي، وهكرر برضو 5 ثواني لعشر ثواني وهريح بالراحة. أريح وهاخد نفس، وبكده يبقى أخدنا إطالات وتمرين بالراحة للرقبة، هيفيدنا جدا جدا في يومنا، نقدر نكررهم واحنا قاعدين في البيت مش عاملين اي مجهود خالص، وان شاء الله الحلقات الجايه هنقدر نفيدكم بكل التمارين والاطالات اللي هتريحنا واحنا في مكاننا. صباح السعاده. انا ببقى سعيده جدا واكيد كريم كمان لما بنستضيف يعني كابل او زوجين من نفس الرياضه او من ابطال حتى في رياضات مختلفه، هما مش ابطال عاديين، دول ابطال عالم وواصلين كمان ورافعين اسم مصر في محافل دوليه كمان مختلفه، وجمعتهم قصه حب وهنعرف تفاصيلها، هنتكلم في كل ده، هم ابطال كل واحد في مجاله او لعبته خلينا نقول المفضله، هيحكوا لنا بقى ازاي رفعوا اسم مصر عالميا والمشوار اللي اكيد كان فيه صعوبات كتيره جدا وتحديات كمان اكبر. خلينا نرحب بكابتن ناديه فكري بطله العالم في رفع الاثقال البارالمبي. بونسوار وصباح الهنا، مش عارفه بونسوار ازاي، بونجور وصباح الهنا يعني، عشان انت كنت جايه زعلانه فانا والله وطرتيني. كابتن صلاح عطا يعني بطل العالم البارالمبي في الكره الطايره، صباح الهنا، انتوا الاثنين منورينا، وعايزاكي بقى تبقي كده مبسوطه معانا ها عشان الحلقه تكمل. هي مبسوطه وكله زي الفل الحمد لله، احنا بيها جدا، ولو حصل اي حاجه يعني عديها، مفيش اي حاجه خلاص، حاجات كلها ورده ان شاء الله كده يعني، تبقى فقره حلوه وهنتكلم بقى في كل التفاصيل، لان احنا عندنا فضول انا وكريم تحديدا كمان نعرف قصه الحب ونعرف قصه الكفاح كمان، ان انت توصلي رغم كل التحديات لبطله وبطله عالم ترفعي اسم مصر كمان، فدي اكيد حاجه مش سهله. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينكم الكرام. انا بس حابه في الاول ان انا اقدم تعزينا لاهلينا في ليبيا طبعا وفي المغرب طبعا، ونقول ان شاء الله المحنه دي تعدي على خير ان شاء الله، وانا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. اكيد ماليه ايدك بالمعلومه دي، ده انا كنت لسه بقول لك قبل ما نطلع على الهواء، مع بطله عالم ومكشره ازاي عالم ازاي كده يعني. انا عايز بس اقرا لحضراتكم، طبعا استحاله احفظ هذا كم من الانجازات، فانا هقراها من الورق اسمحوا لي برضه عشان تاخدوا خلفيه كده بسيطه. لما بنقول ابطال فاحنا مش بنبالغ في هذا الوصف يعني. كابتن نادي حققت ميداليات في 4 بطولات بارالمبيه و6 بطولات عالم، 4 بطولات افريقيه، 3 بطولات عربيه، واكثر من 10 بطولات دوليه. فيما يتعلق بكابتن صلاح، 4 بطولات بارالمبيه، 5 بطولات عالم، 5 بطولات افريقيه، 5 بطولات عربيه، 4 بطولات كاس عالم للانديه، الى جانب حصوله على الكره الذهبيه في بطوله افريقيا في رواندا 2017. اللهم صل على كامل الناس. الحمد لله. ايه ده؟ الحمد لله. ده انا فرهدت وانا بقرا انجازاتكم يا حضرات، منورين الدنيا، اهلا بيك. النقطه اللي ابتدت بيها نهاوند هي اللي لازم نستهل بيها كلامنا ده، وقصه الحب الجميله اللي جمعتكم ابتدت ازاي وجت ازاي، ونبتدي معاك يا كابتن نادي، اتفضلي. هو كانت من سيدني 2000، اولمبياد سيدني 2000، يعني كان هو من نفس النادي بتاعي، بس ما كانش فيه بيحصل احتكاك لان انا بلعب رفع اثقال وهو بيلعب فولي، حتى ما بيبقاش فيه اماكن للتواجد مكانه غيري، فيعتبر المحك اللي اتقابلنا فيه كان اولمبياد سيدني، فابتدت كده من المطار يعني. بس كان في نظرات قبلها في النادي، نادي منه كده كان فيها كابتن نادي، كان فيها كابتن نادي والناس كلها كانت بتتكلم عن الموضوع ده. كنت استنى تمرينك لما احنا نسمع منك انت كابتن صلاح، عشان واضح ان كابتن ناديه بتنحي جانبا بعض الحقائق المهمه. لا احنا كنا، هي طبعا كابتن ناديه طبعا هي اقدم مني وهي الكابتن بتاعي يعني، فهي كانت تخلص تمرينها، كان بنخلص في نفس التوقيت وبنبدا في نفس التوقيت، فكنت بتلكك وبستنى يعني نظرات مش عارف ايه كده، بس ما كانش في كلام، بس كان في يعني الحمد لله كان في قبول يعني. تركيز، كان في تركيز. لا كانت اول اولمبياد لينا احنا الاثنين، اولمبياد سيدني دي كانت احلى اولمبياد في حياتنا يعني، اولمبياد سيدني دي بقى. فلما ربنا كرمها بقى الحمد لله بميداليا، وانا ربنا كرمني المركز الرابع لاول مره في تاريخ الالعاب الجماعيه. جميل. ففتحت الموضوع بقى، قلت لها انا عايز اخطبك بقى. طبعا عايز اخطبك وهاجي البيت عندكم، خلصت الموضوع. فتحتها هناك بقى في سيدني. البعثه كلها حضرتك مش قادر اقول لك يعني، قلت المدير الفني بتاعها الدكتور علي والمدير الفني مصر يعني عرفت، مصر كلها عرفت والله. بعد كده الحمد لله اول ما نزلت اول اسبوع على طول رحت البيت عندهم الحمد لله، وارتبطنا بقى. احنا لاعبين حوالي 3 اولمبياد مع بعض يعني.
ما شاء الله حلو جدا الكلام ده. حلو ان كمان يبقى لما الواحد يختار شريك حياه من نفس المجال بتاعه بيبقى الموضوع ألذ بكتير واحسن بكتير واسهل كمان بكتير. بيبقى في تفاهم كبير قوي يعني, في تقدير كمان, صح, بينعكس برضه على الاسره ان ما يبقاش في يعني, بيبقى في اوقات كتير قوي في معسكر انا في البيت, انا ببقى في المعسكر وهو في البيت, اوقات احنا الاثنين نبقى في المعسكر اساسا والولاد بيبقوا مثلا عند ماما الله يرحمها, خاصه في الثلاث اولمبيات الاولانيين. فكان لو هو ما عندوش حتة ان هو اللي هو اساسا مش من نفس المجال كان هيبقى فيه مشاكل طبعا. لكن الحمد لله ان هو في نفس المجال, بس الحمد لله انه مش في نفس اللعبة بصراحة عشان كنا هنضرب في بعض. مش في نفس اللعبة, مش لا في نفس اللعبة بيبقى حضرتك بتبقى يعني ممكن يبقى فيه حتة غيرة, حتة نفسنا, حتة لكن حتة في نفس المجال ان هو مجال رياضي ففاهمين بعض. هو كمان عشان لعبة جماعية وأنا لعبة فردية, فدي كمان فرقت معايا كتير قوي في التعامل. هو دايما على طول الحمد لله ربنا يبارك له شايفني نجمة وشايفني ستار. ما انت نجمة فعلا, ربنا يخليك يا رب. انا مش بنجيب حاجة من عندنا, ما هو من أعمالكم بصورة عليكم كلمة بطل في العالم, امال مين اللي نجم صحيح طبعا يعني. لا فهو بصراحة مدعمني كتير يعني, واقف في ظهري كتير. أوقات كتير كنت بقول خلاص انا مش هقدر اكمل, لا هو على طول سبورت ليا وعلى طول لا هتقدري. الناس اللي زي كده نعمه من عند ربنا فعلا. من اول ما دخلوا يا نعوان, من اول ما دخلوا كل مظاهر المحبه والحنان موجوده فعلا من الاستاذ صلاح, يعني باين حتى في نظره العين. ربنا يخليكم لبعض يا رب. شركه في الحياه يعني, يعني حته انا اسف يعني السيد دي هي اللي دمرتنا. لكن الله على كلامك بقى, لكن الحياه مشاركه صح والله. هي دي اصل الناس بتفتكر ان الجواز ده يعني شركه, بمعنى لا ان انا ايه, انا لازم يبقى في واحد المدير والتاني الموظف. حاجه صعبه جدا. احنا الاثنين بنبني البيت ده على فكره. بالظبط يعني احنا شركه في كل حاجه في حياتنا, في ارائنا, في كل حاجه. والحمد لله ربنا كرمنا, عشان كده بيعمل الجواز ناجح. اللي احنا في الرياضه برضو متفاهمين في الحته دي برضو. فهي مشاركه الراي, والراي ما احجرش على رايها ولا ضيق ولا تلغيها وتلغي مستقبلها. صحيح, هي شريكه حياتي, هي المسمى شريكه. انت عايز جايزه والله العظيم غير الجوايز دي يعني, جايزه انا اللي هديها لك. لا والله انا بحب يعني ان انا اشكرها بجد والله, لان السنه دي بالذات, السنه دي يعني تاريخنا كله بقى لنا بتاع 20 سنه في المنتخب, لكن السنه دي بالذات كانت السنه صعبه عليها جدا جدا. يمكن انا يعني كنت ليه بقى, خلينا نعرف. لان كان معاها منافسه خارجيه وداخليه, وفي نفس الوقت ابننا محمد في ثانويه عامه وزوج رخم زي كده. فبعد ضغط المعسكرات المساله بتبقى 50-50 يعني. المعسكرات ما بتبقاش كلها حلوه وما بتبقاش كلها وحشه طبعا, في ضغوط وفي بيبقى يعني في حاجات كده ومسؤوليه كبيره ومستوى مش عايز تنزله عنه. فهي بقى المرحله دي السنه دي كلها, البيت عامل ايه, الولد عامل ايه, الدرس عامل ايه, انت عامل ايه, كل ده بعد والله هو لا هو بيغفل دوره. لا هو بصراحه هو اللي كان شايل كتير. لا يعني مع المنافسه بقى برضه انت كنت بتسالي الحته دي برضه عندها, وهي في الملعب برضه الضغوط دي ازاي هي متحمله كل ده طبعا, ازاي هي بتنافس وبتتمرن بها, ضغط مدربين, ضغط الفرقه, بها بيت, بها ثانويه عامه طبعا, بها ثالثه ثانوي كمان. فكل ده ضغوطات عليها هي اكتر من عليا انا. ما ده بقى ياخدنا ان احنا نبدا من الاول خالص. كابتن ناديه بالبدايه يعني انا الفكره جات لي ازاي, انا دلوقتي شخص عادي لسه ما بقتش بطل, لسه ما بمارس رياضه, وبعدين ابتديت بقى خطواتي الاولى ازاي, وبعد كده التحديات اللي واجهتك, بعد كده الاصرار جالك منين, مين اللي كان بيدعمك لغايه لما وصلتي دلوقتي بطله العالم. فلا حابين نعرف المشوار بجد حتى لو سريعا. لا هو مشوار طويل قوي. انا بلعب رياضه من زمان, كنت بلعب سباحه اصلا, وبعدين وقفت في الثانويه العامه, وبعدين كنت قاعد بسمع الراديو فلقيت ان في رفع اثقال لذوي الاحتياجات الخاصه, فقلت ازاي يعني. كان في بنت هي رائده في المجال دوت, كان اسمها فاتن حجازي, انا ببعت لها التحيه من برنامجكم بصراحه. هي فسمعت فقلت ازاي يعني, ازاي راجع من بطوله وازاي. فاستاذنت والدتي ورحت النادي ورحت شفت المدرب, اول ما شافني لانه لا انت يجي منك يجي مني انا ما اعرفش اعمل حاجه, قال لا تعالي, وعمل لي تيست وساعتها شلت 60 كيلو. فانا حتى استغربت نفسي قوي 60 كيلو. فبعد كده رحت قلت لوالدتي, فهي اعترضت بصراحه في الاول, قالت لي طب سباحه كانت مرونه وكانت تنفعك عشان خاطر عضلاتك وبتاع, لكن رفع اثقال ده يعني حديد, وهي بقى واخده اني كمال اجسام يعني هبقى كده بقى زيه. فقلت لها لا دي حاجه ودي حاجه. فقالت لي بصي انا كنت بساعدك واديك واجيبك, انت دلوقتي كبرتي والخطوه ديت
شوفي نفسك هتقدري تعمليها ولا مش هتقدري تعمليها. كان عندك كم سنة تحديدا؟ كنت ثانوية عامة وقتها 17 18 16 مثلا. لا مش قوي كده كان 17 اوكي فرقت. وبعدين قعدت اتدرب فترة وحققت بطولات جمهورية وبعدين انضميت للمنتخب وسافرت اول بطولة ليا 97 في بطولة سلوفاكيا وحققت فيها المركز الثاني فضة. واو دي اول بطولة وعلى طول حققت ميدالية. ما شاء الله. البطولة الثانية كانت 98 يعني على الصعيدين بقى الرياضي والشخصي يعني في الحياة الزوجية وفي الحياة المهنية انجاز التعبير ايه ابرز التحديات اللي اضطريتوا ان انتوا تخوضوا فيها مع بعض وكان كتفكم فيها في كتف بعض؟ هي الرياضة حياتنا. وكان فكرنا ان احنا لازم نأسس بيت ده نمرة واحد عندنا كنا نأسس بيت والرياضة لان احنا كافحنا جدا في الرياضة والله يعني تعبنا جامد هي تعبت جامد جدا الاجازات دي ما بتجيش لدرجة ان احنا ممكن في الاولمبيات ما نكلمش بعض يعني احنا في الاولمبيات ما بنقعدش كده جنب بعض يعني زوجتي مثلا كل واحد مركز يعني كل واحد في فرقته مع فرقته يعني ما اقولش مثلا لدينا انا عايز اقعد مع نادي على الطياره مش لا ماليش دعوه والله خالص ممكن اقابلها في المطعم صدفه كمان فكلينا والله الكلام ده بجد كلينا هدف معين اللي احنا لازم نحققه ده جنب البيت ده جنب الحياه الزوجيه بقى دي في حته تانية خالص بنفصل بقى في الرياضه يعني في حته البيت لما يكون في البيت بنفصل بيبقى في خلافات في وجهات النظر في الرياضه ده عادي وسوي بس الحمد لله اللي في الرياضه الحمد لله يعني ونعمه من عند ربنا ولو حتى في البيت ده عادي طبيعي يعني مفيش فده كان هدفنا نمره واحد ان احنا نعمل اسره وربنا يكرمنا والرياضه ده كانت حياتنا كلها رياضه وبيت ما عندناش اي حاجه ثانيه خالص ربنا يبارك لكم في الاثنين الحمد لله. وبعد كده بقى يعني ابتديتي تاخدي بطولات برفع الاثقال وبعد كده بعد كده بطوله عالم بعد كده رحت اول اولمبيات وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه وبعدين توقفت شويه وبعد كده رجعت ثاني 2016 وبعدين تولد بقى البطولات النجاحات الحمد لله الحمد لله. طب عايز اسالك سؤال شويه يعني في تفاصيل البطل العالم في رفع الاثقال البارالمبي هل بيبقى فيه يعني اكتفاء مالي؟ هل بيبقى فيه مرتب مثلا شهري؟ هل في حاجه تانية بجانب انك بطله في هذه الرياضه يعني ليها مدخول ليكي؟ خلينا برضو نبقى عارفين حياه الابطال عندنا ازاي. لا والله هو حته الاكتفاء المالي ده حضرتك حضرت التمرين ليك بدل ما حضرتش تمرين مفيش بدل. والبطولات الجوائز بيبقى احنا الدوله مساويانه يعني. لا بس واضح ان المكافآت زينا متواضعه من رد فعلكم انتوا الاثنين. انا كنت ببصص لحضرتك يا استاذ رحمه ونهاوند بتقول لكم السؤال ده فلقيتك ايه للمره الاولى بتنسحب الابتسامه من على وشك وهي بتسال السؤال ده. لا خلينا نتكلم بصراحه لا يا بصراحه هو احلى عصر اللي احنا عايشينه في الفتره الحاليه ده بامانه ربنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لان هو سوانا بالاسوياء ما بقاش فيه ولا سوي ولا ولا معاق في حته المكافئات فبقت يعني حضرتك بيبقى في لائحه في الوزاره بتجيب اول في لائحه كذا بيبقى في لائحه كذا في مساواه في الكذا ده بيبقى مناسب لحجم الانجاز اللي اتحقق وخصوصا في بطولات العالم مش كله مش دايما لا مش دايما برضه بيبقى في العاب شويه وفي رعاه كتير فالموضوع بيبقى مختلف شويه. طب ده على صعيد المكافئات على صعيد بقى دعمكم لممارسه الرياضه هل الاتحاد مكفي متطلبات لعبته هو على قد في الحالتين في حاله رفع الاثقال وفي حاله رياضه حضرتك هو على قد المتاح يعني المتاح عندهم يعني هو لو عايز يدينا الخزنه كلها اللي عنده يعني ده بس هي في كذا لعبه وفي كذا معسكر والبدلات ومعسكرات احنا بنعسكر بالشهور ما بنعسكرش مثلا اسبوعين ثلاثه مثلا لا احنا بنعسكر بالشهور بس مش على حسابكم الشخصي صح لا ما فيش حاجه على حسابنا الشخصي لا رعايه طبيه اللجنه البرلمانيه ده مهم لا رعايه طبيه المركز الاولمبي احنا على طول معسكرين هناك لا في الحته دي بصراحه في اهتمام يعني لكن حته المكافئات دي هي ساعات بتبقى حسب ما بتمشي يعني لا ما فهمتش يعني ايه يعني شويه تبقى مظبوطه وشويه ما تبقاش مظبوطه يعني ممكن تاخد المكافاه بتاعتك قليله مثلا المره دي شويه المره دي يعني ما بتبقاش في لائحه يعني ثابته يعني الا لما يكون في ضغوط يعني
يعني نتمنى ان يكون في، انا بسال السؤال ده ليه، انا وكريم دايما نكون حريصين ان احنا نسال ابطالنا فيه، لان احنا بنتمنى ان يبقى لو في اي عقبه يتم يعني التخلص منها، علشان يبقى التركيز بس فكره ان انا بطل رياضي عايز اروح احقق ميداليه، ما بقاش في بقى مشاكل، ما بقاش في اي حاجه بتعوق المسيره دي، عشان في الاخر ما نجيش نلوم البطل نفسه ونقول انت ما حققتش ليه، ما هو عنده مشاكل كتيره بيمر بيها، فعشان كده كنا عايزين نطمن يعني. فنتمنى على كل حال يكون في افضل كمان الفتره اللي جايه، طبعا مع الاهتمام من الدوله، لكن كمان الدعم المالي مهم جدا، وكمان فكره السبونسرز لو يبتدوا يفكروا شويه ويهتموا بالابطال البارالمبيين بتوعنا، اعتقد انتوا في امس حاجه كمان لده الفتره كتير كمان اللي جايه. طيب المشاركات البارالمبيه خلينا كده نرجع ليها شويه، وفكره هنا برضو التنافس مع العالم كله والقدرات بقى المختلفه اللي بتشوفيها في دول مختلفه، بتحسسك ان احنا في ليفل ايه؟ يعني احنا بعاد ولا احنا قريبين؟ هم بيحصلوا على ايه من اهتمام احنا لسه مش عندنا؟ يعني خلينا نفهم من وجهه نظر بطل كان هناك متواجد. هو رفع الاثقال اساسا، مصر رائده في رفع الاثقال، يعني احنا كنا دايما من ثلاث دول اوائل، ما كناش اول نبقى ثاني نبقى ثالث، احنا للاسف الفتره الاخيره تراجعنا بقينا خامس. فدوت برضو للفروقات الجامده ما بيننا وما بينهم في حته الاهتمام الرعايه. انا بلاقي مثلا كل مدرب، كل لاعب معاه مدرب لوحده. انا كنت ببقى قاعده في انا كنت كنا 20 بنت، فكنا 10 و10، فقاعده انا كنت انا وزميلتي مدرب واحد اللي بيطلعنا، فانا استعنت بمدرب من البرازيل ان هو يطلعني الرمل، لان هي بتبقى جوه، احنا كنا 2 في الميزان، فهي كانت بتبقى جوه وانا داخله المحاوله وراه، فمدرب البرازيل بقى هو يطلعني وبعدين استنى المدرب قبل ما يخرج منها ويجي لي جري. طب ما ده تقصير، مش حته تقصير، حته ان احنا ما عندناش فكره ان احنا نزود عدد المدربين ده عشان التكلفه يعني. طب ما ده مش صح. انا اصلا مش برمي لوم على حد قد ما بقول، لا بس احنا بنتكلم عن المشاكل عشان نحلها، ملناش دعوه دلوقتي مين مسؤول عنها. بنتكلم عن المشاكل، هتلاقي معظم المشاكل مرجعيتها فعلا ان الرقم المحطوط في الميزانيه لا يتناسب مع حجم المطلوب، وعلما بان في حاله الابطال البارالمبيين المتطلبات المفروض تبقى اكتر طبعًا. حتى عنصر المساعد الشخصي او عنصر المدرب الفردي الشخصي مع كل لاعب، دي نقطه مهمه جدا. لا المنافسات حضرتك كمان المنافسات، يعني نادي بتتكلم دلوقتي بقى 20 لعيبه ومدرب بس والاحتكاك والناس فعلا عدت زي ما حضرتك قلت كده. احنا عندنا برضه في الفولي كده، احنا اكتر فرقه في العالم بتتمرن لكن اقل فرقه في العالم بتحتك، لكن هي كل اوروبا كلها ما فيش ما بينهم خطوتين، بيبقى في بطوله دوليه في بطوله بتتلعب، ممكن يروح يلعب منتخب يلعب منتخب، لكن احنا اكتر فرقه بتتدرب في العالم تتمرن. فانا خلاص انا حفظت زميلي مهما هيعمل معايا، انا خلاص انا حفظته هيعمل ايه، انا عرفت هو بيفكر في ايه. فهنا والفرق كلها سبقتنا، في فرق سبقتنا بجد. يعني ايه اكبر او اصعب المنافسين سواء في الطايره او في رفع الاثقال؟ في رفع اثقال الصين ونيجيريا. الصين، مع ان بص حجمين مختلفين، الصين ونيجيريا مش عارفه احدد الرياضه دي عايزه ايه من الاجسام بالظبط. غريبه جدا. والطايره؟ لا الطايره نمره واحد ايران والبوسنه روسيا، بس كان عندها المشكله ديت، ودلوقتي البرازيل وفي فرق كتيره جدا يعني 5-6 فرق، وكازاخستان لسه طالعه جديد دلوقتي. هل حققنا اي يعني كم عدد الميداليات اللي حققناها سواء هنا في الطايره او رفع الاثقال على مدار البارالمبيكس اللي فاتت؟ البارالمبيك انا معايا 3 ميداليات، وصلاح معاه ميداليه. انا معايا ميداليه معلش تنزيعة يا كابتن صلاح، دي تنزيعة واللي جاي حلو ان شاء الله. بس الحمد لله والحمد لله بيتنا في اكتر من 30 40 ميداليه دوليه الحمد لله. لكن انا حصلت على الميداليه الاولمبيه واحده بتاعت اتينا، واثنين كاس عالم للانديه، وبرونزيه كاس عالم في هولندا 2006، خلاف بقى افريقيا دي اول يعني على طول. لما بيكون معانا مثلا ضيف فليكن مثلا بطل جمهوريه في رياضه ما من الرياضات، تمام، طبيعي جدا لما تيجي تساله ويقول لك يعني عن احلامه وبيحلم بايه وبيتمنى ايه في المستقبل، هتلاقيه نفسه يبقى بطل العرب، بطل افريقيا، حاجات زي كده. لكن في حالتكم مش عارف السؤال حتى يعني ليه معنى ولا لا، الحقيقه ان انتوا عملتوا كل حاجه ممكن تتعمل، انتوا جبتوا سقف البطولات الرياضيه في كل رياضه منهم على حده. ومع هذا خليني برضو اعرف منك كابتن ناديه، هل عندك احلام معينه لقدام؟ نفسك ايه تاني يحصل؟ نفسك تزودي ايه من الدروع والكؤوس والميداليات الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله انا بستعد حاليا لباريس، فان شاء الله اولمبياد باريس ان شاء الله، بتمنى كده وان ربنا يكرمني وان شاء الله احقق فيه الذهبيه.
يا ريت، ده احنا كلنا نتمنى حقيقي ده يعني باذن الله. بس خطواتك من او استعداداتك كانت من امتى عشان اولمبياد او بارالمبياد باريس؟ يعني من 21 شاركت في بطوله عالم، 22 شاركت في افريقيا كانت معموله هنا في مصر في صاله حسن مصطفى، والسنه دي اهوت بطوله عالم تانية، واللي جاي ان شاء الله في بطولتين لازم العبهم في 24، وبعد كده باريس ان شاء الله. ان شاء الله كابتن صلاح برضو هيشارك في باريس 2024 ان شاء الله، بس اتمنى لها يا رب اللي تحققه يا رب كده، والمدينه الذهب يا رب كده، واتمنى لها الخير ان شاء الله باذن الله هي وزمايلها. لكن ان شاء الله احنا برضو لسه المنتخب بتاعنا ما اتجمعش، ولسه احنا عشان احنا لعبه جماعيه لسه بيبقى في اختيارات طبعا، خلاف بقى بيختاروا من الدوري وكده، حاجه روتينيه يعني. لكن النادي طبعا عشان لعبه رقميه فبتبقى مستقله لوحدها، فاحنا برضو هنستعد، عندنا بطوله عالم وان شاء الله نستعد لبطوله افريقيا مؤهله لباريس. لو كان شارك معاك في باريس عينك عليه بقى، موضوع بقى انك بتقابله بالصدفه في كوريدور وفي المطعم وكلامنا ما يحصلش في باريس، عينك على كابتن صلاح. لا لا ده احنا والله لو بقول لحد كده كان بيستغرب يعني، انا ممكن كنت اشوفها مثلا راح المطعم مثلا ما عامله ايه كده بس كده، ممكن بعد ما نخلص بقى خلصنا المهمه اللي علينا والمهمه الوطنيه الحمد لله، خلاص ممكن بقى نقعد نتغدى، هنروح فين لو عملنا لنا يوم خروج ولا حاجه، خلاص بقى زوجتي بقى هنا بقى طبعا. في حد من ولادكم برضو في الرياضه او بطل رياضي ولا ما فيش؟ لا هم بيحبوا يلعبوا كوره بس يعني شخصي كده. انتوا خليفين كم؟ ولدين. ولدين ما شاء الله ربنا يبارك. يعني مش واخدينها على مستوى الاحترافي، لا بيلعبوا عادي؟ لا كان اياد بس هو صغير كان في منتخب براعم وشارك في كذا دوري، بعد كده اما كبر شويه بقى مالوش خلق. عندكم ولدين اعمارهم كم سنه بالمناسبه؟ محمد 17 هيتم 18 اهو الشهر الجاي، واياد 13. طب انتوا فكره ان انتوا ساعات كتير بتبقوا مش كتير، ده انتوا اغلب الوقت غالبا مسافرين بتشاركوا في بطوله ما في دوله ما، بيعملوا ايه الولاد بقى في الحاله دي لما تكونوا انتوا الاثنين مسافرين سواء في معسكر او في بطوله من البطولات؟ لما حصلت 2008 هي حصلت 2008 في بس كان في كان محمد كان صغير، كان محمد لسه كان محمد بس لسه صغير، وهي الاولمبياد هي بس اللي بنبقى مع بعض فيها بره، لكن معظم البطولات بيبقى هو بره وانا هنا، المعسكرات بقى اللي ممكن احنا الاثنين نبقى بره وهم لوحدهم، بس مع كان مع والدتي الله يرحمها رحمه الله. لكن دلوقتي معظم الوقت احنا بنحاول ان احنا نظبط المعسكرات عليهم. لا واعمارهم ما شاء الله كبروا، انتوا قطعتوا شوط كبير الحمد لله. محمد لسه مخلص ثانويه عامه الحمد لله، هو داخل الجامعه الحمد لله يعني. جميل. فهو شايل معانا بقى محمد، ابتدى بقى ايه ابتدى بقى يودي اخد درس كبر فشاركنا يعني. طب هل حضرتك بقى بتعمل مع الرياضه مهنه معينه ولا فقط في يعني ديديكيشن او تفاني بس في الرياضه؟ لا الحمد لله في عمل خاص عشان ما بقاش اعلان بس كده حاجه خاصه. لكن ده شغل يعني، لكن نادي موظفه يعني بجانب الرياضه في كمان دي النقطه اللي كنت بتكلم فيها، لان في معظم الدول بيبقى في بطل رياضي معين خصوصا اللي بيشارك في الاولمبياد او غيره بيبقى ليه مدخول معين من الاتحاد الخاص بيه، فمعظمهم على فكره ما بيكونوش ليهم وظيفه ثابته يعني. لا احنا موظفين وبرضه احنا لينا دخل من الوزاره طبعا عامله لنا اللي حاصل على الميداليه الاولمبيه. ما شاء الله انتوا عارفين يعني توازنوا ما بين كل المسؤوليات دي، فكره الشغل وفكره الالتزام في البطولات والمعسكرات وفكره الولاد. معادله صعبه خلي بالك جدا يا كريم، حدوته برضه والله مش عشان قاعدين بحضراتكم، لا دي حقيقه فعلا اللي احنا فعلا شركه بجد يعني، ان احنا بنحل مشاكل ما فيش مشاكل يعني ارائنا قريبه، ان احنا شركه بجد يعني. ده احنا بنعمل بيت وبنعمل اسره وبنلعب رياضه، فحياتنا سهله كل حاجه بناخدها بالعقل وبالراحه، مفيش اللي هو المشده وازاي وهنعمل ونتعصب. حتى لو اتعصبنا بتبقى مفيش دقيقتين كده بيخرج شويه وبعدين يرجع نضحك خلاص مفيش اي مشاكل. فهي الحياه والله سهله جدا وبسيطه جدا، احنا اللي بنصعبها فعلا والله. دي فعلا اتفق معاك والله، لكن هي الحياه بسيطه جدا. زوجتي يعني دي شريكه حياتي يعني، شايله اسمي وانا شايل اسمها، فالحياه ده مش حد صاحبي ولا حاجه. لا ربنا يسعدكم يا رب ويبارك لكم يا رب. كابتن صلاح لوحده كابتن صلاح ده خلي بالك قد يكون كابتن صلاح اخر قطعه في الفئه دي من الازواج. بكلمك بامانه انت خدت قطعه نادره يعني اخر حاجه. ايوه عيني عليه عيني عليه. ربنا يبارك لكم يا رب ويسعد لكم ايامكم ويفرحكم بولادكم ومزيد من النجاحات والانتصارات، وانتوا نورتونا وشرفتونا النهارده. ان شاء الله كل التوفيق كمان في اولمبياد وبارالمبيكس بتاعت باريس 2024، ان شاء الله احتمال كمان نكون متواجدين هناك يعني. نتمنى والله نتمنى، لان كل التوفيق يا رب. بعثات الاعلام بقت للاسف مقله جدا في كل بطولاتنا. احنا كنا الاول اي سفريه اي بطوله بتبقى معانا بعثه اعلاميه،
لكن دلوقتي ما بقاش فيه. لا صراحة. باذن الله نكون متواجدين. انا حريص حتى لو مش هيكون بشكل اعلامي انا هروح بشكل شخصي، انا حابه جدا احضر بجد يعني، فاكيد هنتقابل. اكيد هنتقابل ان شاء الله. طبعا نورتونا وان شاء الله نشوفكم بعد الاولمبياد بقى، ويبقى فيه ميداليه ذهبيه زي ما كنت توعدينا ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله دعوات كلنا. نروح فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. عوده من جديد لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الحقيقه خلال سنه فاتت النادي الاهلي فاز بالعلامه الكامله، وكان عندنا مكاسب كتيره على اكثر من صعيد، قد يكون من اهمها على الاطلاق هو فوزنا بمدربنا مارسيل كولر، اللي الحقيقه يعني ناس كتير بتعتبر ان هو من اهم الصفقات اللي حصلت في الفتره الاخيره في النادي الاهلي، لانه الحقيقه الراجل قدم يعني كتير جدا. مدرب منطقي، مدرب فاهم، قدر انه يحظى بثقه الجمهور وباحترامه، طور الاداء بتاع كل اللعيبه. الحقيقه كلنا عندنا يعني نفس الانطباع ده عنه، واكيد ثقتنا فيه بتكبر يوم بعد يوم انه يقدر يحقق العلامه الكامله في الموسم اللي جاي كمان ان شاء الله. حديثنا متواصل عن كولر وعن النادي الاهلي والاستعدادات للسوبر الافريقي وكمان قرعه الدوري للموسم الجديد، كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل عليك يا كابتن واهلا بك. كريم انا سعيد اني موجود مع حضرتك وكابتن هواند، سعيد اني موجود في قناه النادي الاهلي وببقى دايما سعيد وانا موجود معاكم. صباح الهنا، واحنا بنبقى سعداء بالمفاجآت يعني. بص كل مره صوره مختلفه دي من الانستغرام. ايوه وكابتن كريم بس انا مش فرعوني بقى، انا مش فرعوني يعني. انا هنا اهلاوي يعني، انا هنا اهلاوي عشان بدايه الدوري بقى فحطينا للكابتن كريم. عايزين نقول بس يعني على فكره كل مره بيجي لنا كابتن ياسر بينورنا، يعني بعيدا عن الصوره اللطيفه اللي بتكون في الاول، بصوا بقى جوه والتنظيم بتاعه يعني كالعادة فظيع يعني فظيع في تقسيماته. بقى ايه بقى كابتن برضو اشرح لنا كده مبدئيا. بص حضرتك طبعا امبارح كان في النادي الاهلي قرعه الدوري الممتاز فجبت طبعا النادي الاهلي في الدور الاول كل ماتشاته والاسبوع الاول من الدوري الممتاز وماتشات الاهلي في السوبر الافريقي اللي هو يوم الجمعه الجايه وماتش الاهلي في دوري الابطال اللي هو يوم 24/9 يعني عملنا زي الاجنده بتاعت الشهر ده يعني عشان الناس تبقى متابعه معانا. احنا هنتناقش بقى في الاجنده دي. خلينا نبدا بالاهلي واتحاد الاتحاد الجزائري والسوبر الافريقي ان شاء الله الجمعه القادمه عشان دي المباراه يمكن الاقرب دلوقتي. هبدا معاك بسؤالي عن هل لما باجي الاعب فريق منافس حتى وان كانت يعني مباراه بطوله زي السوبر الافريقي، لكن في فارق كبير جدا في المستوى، في فارق كبير جدا في عدد البطولات ويعني في برضو خلينا نقول الفنيات وغيره، هل انا مفروض ادخل مطمن؟ يعني انا بتكلم ان انا 8 مرات حاصل على هذه البطوله يعني على الصعيد الثاني، دي اول مشاركه للاتحاد الجزائري، ففي فارق كبير جدا، هل انا مفروض كده اضمن هذه البطوله وهذه المباراه ولا الموضوع لا يقاس تماما بهذا الشكل كمان وحصلت قبل كده على مدار السنوات خلينا نقول او الازمنه السابقه؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط جدا، لكن في كره القدم مفيش حاجه مضمونه. ليه؟ لان بدايه الماتش دوت جاي في بدايه موسم وفتره اعداد لسه الفرقه عامله وفي لعيبه كانت في المنتخب ولعيبه في المنتخب الاولمبي، ففي توقيتها بالنسبه للنادي الاهلي طبعا باذن الله النادي الاهلي ياخد البطوله، لكن توقيتها بالنسبه للنادي الاهلي توقيت صعب لان في حاجه اسمها فورمه المباريات محتاج اللعيبه ياخدها، فهي جايه في توقيت صعب جدا بعد فتره اعداد قصيره مش كبيره جدا بعد بطولات النادي الاهلي السنه فاتت 5/5، فبالتالي هو ماتش صعب مش ماتش سهل. وفي زي المهاجم اللي لسه جاي امبارح لسه المفروض ان هو هيسافر مع الفرقه لسه ما تاقلمش مع الفرقه، فكل دي صعوبات، لكن دايما احنا متعودين النادي الاهلي دايما ان شاء الله ما فيش حاجه مستحيل ودايما متوقعين ان شاء الله فوز النادي الاهلي. في ضوء على ذكر الصفقات الجديده طبعا رضا سليم وامام عاشور ومؤخرا المهاجم الفرنسي، يعني في رايك كده ان شاء الله انعكاسات وجود الثلاث اسماء دول ضمن سكواد النادي الاهلي هتكون واصله لفين؟ وهل ممكن نشوف ان هم بيبادروا بالمشاركه مع بدايات انطلاق الموسم الجديد في كل البطولات، ولا ممكن يبقى في تاني في التطعيم بيهم في السكواد؟ هو في كمان اكرم توفيق كان مصاب وما لعبش من السنه اللي فاتت، فاعتقد انا وجهه نظري يعني كمدربين يعني لما باجي بحط حد بحطه سنه سنه، يعني مثلا مش هقدر ابدا بالثلاثه مره واحده، يعني المهاجم لسه اعتقد ممكن ياخد ربع ساعه 10 دقائق، امام عاشور برضك لسه يعني ما دخلش قوي محتاج برضك وقت، نفس الحكايه رضا سليم هو لعب الجيش وفوزنا 1-0،
لكن اعتقد ان المدرب بيبدا يحط اللعيبه ولا احنا هم كمان لحقوا المعسكر ففكره الاندماج اتحققت في حالتهم. هو رضا سليم طبعا وطبعا امام عاشور كان معاهم لكن المهاجم لسه جاي. انا بكلمك على امام وعلى رضا. اعتقد ان هم هياخدوا وقت يعني شويه شويه عشان يخشوا في التشكيل الاساسي لان النادي الاهلي نهى الموسم 5-5 فبالتالي هو عنده قوام الفرقه جاهز. التشكيل اعتقد ان هو واضح للجميع فبالتالي لو هو هيبدا يديلهم هيبدا يديلهم بالتدريج يعني شويه شويه مش هيبدا يديلهم من اول المباريات على طول. ده وجهه نظري. طيب خلينا احنا هنروح لملفات مختلفه وهنرجع تاني يعني الحديث مفتوح بس هبدا مع حضرتك بقى بالموسم الجديد للدوري المصري ودايما بنبقى قبل اي موسم او بدايه قبل موسم بنبقى اول رقم واحد مركزين على كذا حاجه. رقم واحد طبعا مستوى الاهلي وما سيقدمه الموسم الجديد حتى وان كان الموسم الماضي من المواسم كنت انا وكريم بنقول الاستثنائيه جدا للنادي الاهلي ولكن برضو انت لما بتوصل مع الجماهير لمستوى معين بتبقى منتظر بقى او الجماهير منتظره منك الافضل فدي نقطه صعبة. النقطة الثانية التنافسية اللي هتكون موجودة هل نقدر نقول الموسم ده هيشهد تنافسية أكبر من الموسم اللي فات؟ الموسم اللي فات قلنا دي بداية التطوير أو بداية التغيير في شكل الدوري المصري أن أنت شفت صفقات بالأعداد الكبيرة جدا الفرق اللي أخذت 15 و21 صفقة مديرين فنيين بقى فكر مختلف يعني كان في تبديل كان في إعارات حتى في النادي الأهلي فأنت داخل موسم جديد وبتبني على اللي فات هل ده بيأكد لنا أن الموسم ده هيكون موسم قوي كمان خاصة بالنادي الأهلي أنه ممكن يكون أفضل كمان من اللي فات وجهة نظرك؟ طبعا هو سؤال يعني صعب جدا لان دخلنا في كذا حاجه يعني لكن هو سؤال مهم جدا اي حد يعني منطقي السؤال لانه في توقيته توقيت مهم جدا هو بدايه موسم وانتقالات وكده فبالتالي احنا لما نيجي نتكلم على حتى الماتشات الدوري لما نيجي نتكلم على بدايه النادي الاهلي عنده النادي المصري واحنا نهينا مع النادي المصري وبدانا مع النادي المصري لكن النادي المصري غيروا حوالي 20 لعيب وحتى المدير الفني احنا طبعا هنا كان علي ماهر انت هتلعب مع المصري بس مع مصري تاني ايوه الاسم بقى. ايوه فبالتالي المنافسه صعبه جدا بيراميدز برضك دعم بشكل كبير جدا النادي الاهلي ما خدش راحه كافيه لكن الفرق دي كلها خدت راحه كافيه عنهم النادي الاهلي لعب في بطولات كتير جدا لكن لما نيجي نتكلم على الفرق يعني مثلا المصري عمل تدعيمات قويه جدا زد دخل اول سنه ليه لكن عمل تدعيمات قويه جدا حوالي 23 لعيب بيراميدز عمل تدعيمات قويه جدا فبالتالي المنافسه مش سهله وبعيد عن كل ده اي حد بيجي يلعب قدام النادي الاهلي بيتحول يعني بيحاول يبقى 200-300% وعلى فكره لو انت جيت فكرت يعني فيها ده لمصلحتنا لان في الاول وفي الاخر انا كنادي اهلي انا دايما حاطط نفسي الحمد لله في رقم او رقم واحد ده بلغه الارقام بلغه الواقع لكن انا برضو ان انا اقعد اكسب بسهوله ما فيش متعه انا عايز انديه تيجي تنافسني زي الانديه مش بلاش اقول زي الانديه بس حتى الانديه اللي صعدت حتى الانديه اللي هي بتبقى في الترتيب في الاواخر او مش في الرانكينجز الاولى انا عايز الانديه دي تيجي ويبقى عندها طموح ان هي توصل لمنافسه النادي الاهلي وكمان المنافسه على المركز الاول او الثاني احنا على فكره هو طبعا كل الناس بتنافس على المركز الثاني بعد النادي الاهلي ده الطبيعي لكن احنا بنتكلم ان في فرق بتيجي قدام النادي الاهلي بتبقى يعني مش محتاجه المدرب بتاعه لان معظم اللعيبه يوم ماتش النادي الاهلي انا كنت شغال في الدوري الممتاز واشتغلت بره النادي فمعظم اللعيبه بتبقى مش محتاجه الماتش بتاع النادي الاهلي ده تحفيز من المدربين ولا كده لان كل لعيب عارف ان الماتش متشاف بشكل كبير جدا طب. بيبقى المدرب بيعمل افضل ما عنده يعني بيقدم مليون المية اكيد لانه عاوز يبان قدام النادي الاهلي عاوز يبقى موجود في النادي الاهلي ما هو ده اللي انا بقوله على فكره وكل لعيب في مصر عنده طموح انه يتمنى يلعب في النادي الاهلي فالموضوع بيبقى ماتشات النادي الاهلي بتبقى ماتشات صعبه جدا على الفرق الثانيه اكتر من النادي الاهلي لان طبعا النادي الاهلي نمبر 1 في افريقيا ونمبر 1 في الوطن العربي فبالتالي مفيش قلق على النادي الاهلي والنادي الاهلي كمان يعني من قديم الازل طول عمره نمبر 1 بس في ازمنه سابقه اثناء ما كان بيحتل النادي الاهلي المركز الاول برضو كنت بتشوف منافسه شرسه جدا ومن فرق كتير بس كلها على المركز الثاني يا كابتن كريم بغض النظر احنا لا مش بنتكلم دلوقتي على المراكز احنا بنتكلم على فكره ان يبقى في منافسه حقيقيه في الدوري عشان حتى متعه المشاهده تتحقق فكره ان انت تبقى قاعد بتتفرج على المباراه وانت مش عارف يا ترى هتسفر عن ايه بالزبط. احنا دايما اعتقد السنه دي ان هيبقى في ماتشات كتيره صعبه لان في فرق كتيره دعمت بشكل كبير جدا زي ما قلت لحضرتك المصري دعم بشكل كبير جدا من الموسم اللي فات كان في فرق كتيره مدعمه وباعداد كبيره بس هل شفت
يعني انعكاسات طيبه للتدعيمات اللي حصلت في الفرق دي، ولا حسيت ان هي زي ما هي ما روحناش بعيد؟ اعتقد ان بيراميدز فرقه ممكن تبقى في منافسه قويه مع النادي الاهلي السنه دي بشكل كبير جدا، يليها المصري بشكل كبير جدا. اعتقد ان الفرقتين دول هيبقى ليهم السنه دي شكل مختلف عن الموسم اللي فات. يعني بيراميدز والمصري اعتقد ان هم هيبقى، لان الاستقرار الفني بتاع بيراميدز وتدعيم بعض اللعيبه، هم اصلا عندهم مجموعه لعيبه قويه جدا ودعموا تدعيمات قويه باستمرار الجهاز الفني بتاعهم باتشيكو، فبالتالي اعتقد ان هو بيراميدز هتبقى منافس قوي للنادي الاهلي. يجي بعديهم النادي المصري، عملوا تدعيمات قويه جدا، غيروا المدرب، موجود الكابتن علي ماهر من المدربين طبعا ابناء النادي الاهلي، لكن هو مدرب شاطر جدا. فاعتقد ان الفرقتين دول اكتر فرقتين هيبقى فيهم منافسه مع النادي الاهلي الموسم ده. طيب ده وجهه نظري الشخصيه. طيب هروح بقى انا وكريم معاك برضو للصفقه الجديده والمهاجم الجديد مودستو. بقى لنا فتره بنسمع عايزين مهاجم عايزين مهاجم، القصه كلها لا تقاس بهذا الشكل. لما بيبقى في يعني رغبه من المدير الفني ملحه ان يكون عندك مهاجم، انت بتجيب دلوقتي عندك خط هجوم، يعني كنا بنقول مش خط واحد ده، انت عندك خطين اسماء طبعا كلها كبيره جدا، بالاضافه دلوقتي لمودست واحد جاي لك ولاعب كبير طبعا، بروسيا دورتموند نادي كبير جدا جاي من الدوري الالماني، فارق كبير جدا لو حتى بتتكلم عن يعني عامل السن او غيره اللي هو بيأديه في الدوري الالماني، لو جه ادى نصه في الدوري المصري اعتقد هيكون كافي ونص، لكن مش هي دي المعادله. المعادله ان ده اسم نادي الاهلي اختاره، فاكيد لما هيجي هيكون على قد هذه المسؤوليه واكيد هيضيف للنادي الاهلي. فوجهه نظرك في هذه الصفقه، وفي نفس الوقت ازاي ممكن ان احنا كمان نستغلها في الفتره اللي جايه؟ يعني انا عايز اسمع برضو كابتن ياسر، انك عندك خبره كبيره جدا كمان في الملعب. انا شايف حضرتك السؤال ده مهم جدا، لان في ناس بتتكلم على عنصر السن بشكل كبير، لكن اعتقد ان احنا عندنا مهاجمنا كان ينقصهم واحد يلعب بدماغه شويه، يعني هو مميز ده جدا، مميز فيها جدا. احنا عندنا بنقدر ننهي الهجمات من على الاطراف بشكل كويس جدا، عندنا الجناب بتاعت النادي تقدر تعمل كورسات بشكل كويس جدا، لكن ما كانش عندنا المهاجم اللي يلعب بدماغه على الجون كويس. فدي كانت نقطه مهمه جدا. وبعدين موضوع السن، انا كل ما حراسه المرمى كل ما في حارس بيكبر في السن كل ما بيبقى تمركزاته اعلى وكل ما يبقى مستواه بيزيد، زي ما شفنا هي حراسه المرمى ليها سن او معادله، واللعيبه والمهاجم ليه سن ومعادله تانيه. ما انا بقول كده ليه عشان اوصل لك يعني. هو جاي النهارده الموضوع الموضوع جاي جامد معايا الاسئله كلها جامده. فهو المهاجم دوت سنه كويس جدا، مش كبير قوي لدرجه ان انا اتكلم كده، لكن هو هيبقى عنده خبرات في التحركات بشكل كبير جدا، ويقدر ياخد الخطوات ويقدر يقطع العارضه القريبه، هو بيعملها كويس جدا. لو حضرتك شفت الفيديوهات بتاعته هتلاقيه دايما بيقطع العارضه القريبه بشكل كويس وبيلعب بدماغه بشكل كويس جدا، وبيقبض بين الجناحين. واحد عندنا في النادي الاهلي كان عماد متعب اللي كان بيقدر يعملها، فبالتالي احنا كنا محتاجين حد يلعب بدماغه كويس جدا، فاختيار موافق من وجهه نظري 100%. طب واحنا كان ليه الفتره اللي فاتت ما عندناش هادر مميز؟ مش المفروض ان دي من ضمن المهارات اللي المفروض تكون موجوده عند اي لاعب وكمان مع التدريب عليها؟ ايوه طبعا طبعا، بس طبعا في مهاجم بيبقى مهاجم صندوق بيقدر يلعب من تحت برجليه كويس، في بيبقى محطه، في بيبقى هيدرز، يعني بيبقى عنده حته زايده شويه. هو دوت انا شايف ان عنده الحته اللي هي مش موجوده في المهاجمين بتوعنا، فيكملوا بعض، يعني يقدر يشتغلوا عليها كويس جدا، لان هو بيشتغل على الحاجات اللي في الهواء دي بشكل مميز، وبيقطع القريبه وبيقدر يحط في الزوايا القريبه، ودي بتبقى اصعب على حراسه المرمى. طب احنا كنا لسه بنقول ان احنا دلوقتي بقى عندنا مش خط هجوم واحد، احنا تقريبا عندنا خطين. هل ده هيستدعي من كولر ان هو يسرع في عمليه التدوير ما بين اللعيبه؟ لان الاختيار صعب الحقيقه. بص حضرتك لما نيجي نتكلم على الماتشات هتلاقي ماتشات كلها متلاحقه، يعني تلعب يوم 15 بعدين هتلعب يوم 19 وبعدين هتلعب في دوري الابطال يوم 24، فهيحتاج من بدري. وبعدين اللعيبه كانت في المنتخب ولعيبه في المنتخب الاولمبي، فالموضوع برضك مش سهل، فالموضوع محتاج ولعيبه دوليين مع منتخبات أيوة بلادهم. ايوه طبعا، وعلي معلول في تونس لعيبه كتير، فبالتالي هو مدرب ذكي محتاج ان هو يطور من اداء الفرقه بشكل كويس جدا. فده انا شايف المهاجم ده هيدينا حته زياده في حته ناحيه اللعب بالهيدرز، دي مهمه جدا ما كانتش موجوده في الفرقه، واعتقد ان شاء الله ان هو هيكون اضافه قويه جدا لخط هجوم النادي الاهلي من وجهه نظري. وبعدين عنده خبرات عاليه جدا، لعب على مستويات جامده جدا، يقدر يشتغل في افريقيا، يقدر يشتغل في كاس العالم للانديه، ودي كانت من اهم الميزات ان هو جه النادي الاهلي ان هو يلعب في كاس العالم للانديه، ودي هتفيدنا جامد جدا في الحاجات الكورسات دي والقطع على العارضه القريبه واللعب بالهيدرز.
يعني هيزود لنا الناحيه الهجوميه في الحته دي كويس جدا، وهو مميز فيها بشكل جامد جدا. فاعتقد ان هو صفقه مميزه ان شاء الله، واعتقد باذن الله ان هو هينجح في النادي الاهلي. هي صفقه مميزه، وبرضو عشان نقفل هذا الملف، السن عامل السن دلوقتي اختلف تماما عن الازمنه الماضيه. كان زمان اللاعب ممكن ان هو يعتزل 28 سنه و30 سنه، كنا بنشوفها في الاجيال السابقه، لكن دلوقتي اللعيبه يمكن اللي غير هذا المفهوم اصلا ابراهيموفيتش تحديدا، فيعني وجي بعده كتير، ومنه كريستيانو وغيره. فاعتقد الفكره حاليا مع الحداثه في كره القدم والطب وغيره، لا تسمح ان انت تكمل لل40 وفوق ال40 كمان. السن بقى دلوقتي عامل مش العامل الاساسي، مش الاساسي، المهم الفورمه الرياضيه بتاعته، الاستشفاء بتاعته بقى بشكل كويس، بيتمرن بشكل كويس، واعتقد ان هو ناهي الموسم بشكل كويس جدا. صحيح. وبعدين وكان عنده عروض اخرى كمان، عنده عروض، بس طبعا النادي الاهلي نادي القرن وبطل عرض لا يرفض، وهيلعب في كاس عالم للانديه ودي حاجه مهمه جدا. فطبعا بالنسبه له برضك هو هيضيف للسي في بتاعه اكيد، هو عارف هو جاي فين. طبعا طبعا انا اعتقد ان شاء الله ان هو صفقة مميزة جدا واختيار موفق من النادي الأهلي. توقعاتك ايه بقى على ذكر كأس العالم للأندية؟ شايف ان النسخة دي ان شاء الله الأهلي ممكن يوصل فيها الى اي حد؟ والله نتمنى بإذن الله ان احنا نوصل للنهائي وناخد البطولة، لكن ما كل زي ما كابتن هوندي بتقول في بداية الكلام، احنا توقيت البطولة توقيت صعب جدا، ونتمنى ان هم يعني يعملوا بطولة بشكل مميز جدا، ونوصل للبطولة واحنا نكون وصلنا الفورمة المباريات بشكل كويس جدا، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان احنا نوصل ابعد من المركز الثالث، نوصل اول او ثاني ان شاء الله، ليه لا. مانشستر سيتي في خلينا نجنبها دلوقتي، شايف لو لازم نجنبه خليه بعدين. ايه اصعب ماتش شايفه؟ هل احنا مثلا ممكن نتكلم عن اتحاد جده؟ ماتش صعب جدا طبعا. اتحاد جده من الانديه الكبيره جدا في السعوديه، هو هيلعب ماتش الاول، واعتقد ان هو هيفوز بوجهه نظري. وماتش الاهلي واتحاد جده من الماتشات الصعبه جدا جدا، لكن النادي الاهلي برضك فرقه كبيره ومعمول لها حساب جامد جدا في السعوديه، انا كنت شغال في السعوديه وعارف، وعندنا هتلاقي المدرج بتاع النادي الاهلي مليان. طبعا مليان كومبليت. طب والتدعيمات اللي هم دعموا بيها فريقهم مؤخرا ايه وضعها بقى؟ والله انت برضه مش هتلعب اتحاد جده المعتاد. ايوه انت هتلعب. انا متابع وبتفرج على الماتشات، وماتشات كلها قويه وكده طبعا، لكن برضك انت اتحاد جده هيلاعب النادي الاهلي. النادي الاهلي 5 من 5 الموسم اللي فات، النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي الاهلي بطل الابطال، فيعني هو برضك هيلاعب النادي الاهلي اكيد بكل تدعيماته. احنا النادي الاهلي بكل تدعيماتنا، واحنا عندنا استقرار، هم عندهم برضك لسه يعني الفرقه يعني ما فيش الاليه في الاداء بتاعت الفرقه بتاعتهم لسه، من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن النادي الاهلي في قوام وفي جماعيه كمان، في جماعيه في الاداء، والفرقه بتلعب مع بعض بقى لها مده كبيره. صحيح. فبالتالي هيبقى دي ميزه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في المباراه دي، وان شاء الله باذن الله هنعدي الماتش ده باذن الله. كابتن ياسر الوقت بيجري ولا ايه؟ اكيد الوقت جري للاسف، وبيبلغونا الحلقه خلصت، بس حضرتك نورتنا، ممكن اتكلمت اكتر منك والله. انا بعتذر انا حاسس كده كنت تستضيفني بقى. لا نورتنا، وللحديث طبعا بقيه مع حضرتك. اشكرك على وجودك معانا، بنسعد كل مره بتكون منورنا فيها كابتن هوند، وبشكركم وشكرا على انا عندي بقى في البيت بقى ايه مجلدات من حضرتك والله، يعني سعيده، والكابتن كريم والله بنستمتع بيه، حبيبي، وكنا مفتقدينك الفتره اللي فاتت يعني. ربنا يخلي حضرتك، تسلم كلك. طبعا سعيد ان انا موجود معاكم، ودايما بيكون حلقه جميله يعني. ربنا يخليك، جميله بوجودك، احنا بنشكرك على وجودك معانا، شكر جزيل، واكيد الشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعه، ان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الله. صباح الفل.